طبعا عندنا ابديت للاوتار اوكي، يمكن تغير حاجه بسيطه لكن باذن الله يعتبر خلاص فاينلز. طبعا كورس الدكتوري بعدين خذينا كيف نودي التولز الانفراستراكشر بتاعي حسب المهمة اللي عندي، بعدين خذينا موضوع الفوت برنت والريكونسنس ندير التكمله بتاعها توا، بعدها بناخذوا سكاني نتوركس موست يوزنج ان ماب، بعدين بناخذوا سيستم هاكينج كونسبت شنو المين كونسبت فور سيستم هاكينج ان جنرال، بعدين ناخذوا على المالورز وفيروسز وكيف نحمي نفسي منهم بشكل سريع شويه، وبعدين ناخذ سنفر من سكوب موست يوزنج واير شارك. في المال وير فايروسز ناخذوا كيف اصلا نكون فيهم ولا لا؟ احنا حناخذوا يعني تعريفاتهم وهيك وشنو هي الطرق اللي يستعملوا فيها للدليفري اكثر شيء وكيف نحمي نفسي منهم. يعني انت في العاده بتكون الفائده هي كيف تشرح للموظفين اللي مش تكنيكال هلا بعدين تستعملها في حاجات كيف بتطلع بوليسز مش هي للهاكي نفسها، لكن بعدين حنستعمله في شوي تاني حنخشوا في حاجات كيف حنديروا مالورز حنديروا فيروسز حنديروا انواع مختلفه باذن الله على حسب اللي هو بده الشيء يسمح. بعدين حناخذ سنفر سبوفن موست يوزن وايرشارك، بعدين حناخذ السوشيال انجينيرنج موست يوزن السوشيال انجينيرنج تول كيت تمام، بعدين حنخش على وايرلس اتاكس موست يوزن الاير كراك سوت، بعدين حنخشوا على الباسورد كراكنج يوزن ميني تولز وستاك بوت ليتر، بعدين حناخذوا دوس اتاكس حناخذوا انواع مختلفه من دوس اتاكس موستلي حيكون نظري شويه لكن حناخذوا شويه نوع او اثنين نطبقوا باذن الله ديروا فيها. بعدين حناخذوا ويب ابلكيشن اتاكس في مجموعه كبيره من الاتاكس حناخذوا اختاريتهم بشكل كويس عليهم في البدايه، بعدين حنخشوا اكثر في حاجات حتى هي لها علاقه بالويب ابلكيشن اتاكس سيشن هاي جاكن وسكول انجكشن حنديروا فيهم لابس حنحكوا عليهم بتفصيل اكثر شوي. بعدين حناخذ شويه حاجات للموبايل اتاكس زي الاندرويد واي او اس، وبعدين حناخذ كيف نديروا اتاكس على اي او تي زي اردوين تشيبس اي اس بي وريزري فاي اوكي، وبعدين حناخذ شويه يعتبر نظري هو على الكلاود اتاكس هي نفس السيستم هاكس لكن موستلي تارجت السيستمز اللي عندهم. بعدين تلاحظ ان الفولنربيلتي اناليسيس قلتها للنهايه شويه بس نحاول نتكلم عليها بتفصيل اكثر شويه لان لقيت في ناس يعني تكلموا على الموضوع لما تكلمنا لما دزنا في البداية في أول المحاضرة، فلذلك بدنا نحاول نزيد شوية في الوقت بتاعنا في المحاضرة. بعدين حناخدوا نبدأ الكريبتوغرافي الشيء اللي بناخد فيها يعني كيف نستعمل حاجات يعني شنو هي التولز الانكريبت اللي المفروض نستعملها اللي هي داتا سكيور اليوم، شنو هي التولز اللي ولت اوبسوليت ما عادش المفروض نستعملها بكره اللي هي داتا سكيور بكره، وحاجات زي هيك بالنسبة للكريبتوغرافي مش حناخده. بعدين حناخده هي اللي ضفتها إضافة الهاكر مايند سيت هتكون نبدأ في النهاية زي الكلوزنج توكس بالنسبة للكورس لأن في اللي تطبيق بي ار بيتكلم عن الموضوع كيف يفكر هو دماغه لما يستعمل كلوز هيك يحاول يدير الدور. بالنسبة للكلاود اتاكس كان مركزك على أي كلاود بلاتفورم؟ هو اي كلاود بلاتفورم لكن احنا كده حنركز على لينكس شويه. طيب تمام. اذا ما قلنا في سكيلز نيدد وهكذا هذه سلايدز في قبل. تمام امس تكلمنا على فوت برينتنج وريكونسنس اللي طبعا رصد وجمع معلومات على التارجت لان احنا قبل هنمشوا للتارجت ونحاولوا نختبقوه ضروري نعرفوا عليه معلومات ضروري نعرفوا عليه قدر كافي من المعلومات او قد ما نقدر نحصل عليه من معلومات قلنا معلومات يمكن زي المعلومات هذه قلنا ان في سبعه ستيبس للرصد او الرصد فجمع معلومات مبدئيه تحديد النتورك رينج بتاعي كاي بي سب نتورك بعدين نبي نشوف شنو هم الماشينز اللي اكتف اللي بنستعمل حاجه زي الانما بعدين بنشوف شنو في اوبن بورتس واكسس بوينتس حاجات نقدر نوصل فيها للسيرفر بس بعدين يتم اختراقها وبعدين نبي ندير فينجر برنت للاوبريتنج سيستم بنعرف شنو الاوبريتنج سيستم هو وما نبي ندير فينجر برنت نعرف مثلا السيرفر او
الكمبيوتر هو لما نلقاه في مكان ثاني نعرفه عن طريق حاجه معينه في الكمبيوتر. بعدين بنشوف بورتس ماشي فيه عليهم شنو هي سيرفيس وهكذا. وبعدين بنستعمل المعلومات هي بدير ماب نتورك باش يبدا عندي خريطه نقدر نستعملها بعدين لما نبدا في الاختراق. طبعا قلنا في نوعين من الريكونسنس، في اكتف ريكونسنس وباسف ريكونسنس. اكتريت التولز اللي ناخذوهم احنا الباسف ريكونسنس لان حنستعملوا سيرفيس ثانيه باش ما يحسش النظام اللي نخترقوه ان احنا نجربوا عليه في حاجه. ف يعني من غير ما تتصل بالجهاز الهدف في باسف ريكونسنس. اكتف ريكونسنس حتتصل بجهاز الهدف طول تتصل به تحاول تجمع عليه معلومات وبشكل لا انت قاعد في جمع معلومات من ناحية باسل من ناحية باسل بالضبط. وانت في الحالتين ما دبيك ما يحس بك حد، لكن باسل من غير ما انت تقصد من غير بنكت عليه هذا البورتس كان قدرت شيء عن طريق سيرفيس ثانية اوريدي عندهم من قبل ولا حاجة ثانية اريد ضروري اسكان من قبل ولا حاجه اكتف طول بينج بورت سكان غيرها من الحاجات الثانيه تكشف. لكن اكتف ريد بيراجع البورتس ويعرف من الاصحاب اكيد. لكن الاكتف مش معناه انه هو عرفك ولا انت حليت دليل، الاكتف معناه انت جربت عليه مباشره، لكن انت يمكن تكون جربت عليه عن طريق تور ولا عن طريق في بي ان ولا عن طريق جهاز حتى ثاني اخترقته من قبل فيمكن ما تخليش ده يمكن لكن أتاري يمكن في إن إلا إذا كملت عملية اختراق وبعد مسحت الأتاري. تمام. أخذنا أمس نبدأ بموضوع ريكون إن جي اللي هو ويب ريكونسنس فريم ورك، يعني هو عبارة عن فريم ورك زي الميتاسبلويت ياخذ فيه مجموعة كبيرة من الموديلز وكل موديل عنده أوبشنز معينة وبعدين تستعمل الموديل بتاعك. اكتريت الحاجات اللي في الريكون ان جي تعتبر باسيف ريكونسنس. تمام. لكن يمكن فيها اكتيف ريكونسنس يمكن فصلها حتى حاجات اكسبلويت، لكن زي ما قلنا احنا كل حاجه وحاجه تافهه مش هنستعملوا الحاجات دي. تمام. طبعا ان ما نتورك مابر يمكن كلها تافهه، برنامج مهم جدا 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 في اوبن سورس يوتيليتي نتورك ديسكفري سكيورتي اوديتنج. هل بنستعمل فيه اللي حاجة علاقة بالنتورك والتروبوشوتنج وهكذا، لكن احنا حنستعملوه هنا باش نبعث الباكتس اكتف ريكونسنس، نبعث الباكتس ونحلل النتائج بتاعهم باش نطلعوا معلومات زي هل هو الايف او نوت، هل شنو فيه اوبن سيرفيسز او اوبن بورتس وشنو هي السيرفيسز اللي تخدم عليها وشنو هو الاوبريتنج سيستم والفيرجنز بتاع السوفت وير اللي يستخدم فيه. سكان انت لما تدير سكان بتحصل حتى معلومات تانية. الان ماب يقدر يطلع لك معلومات كده مش هيكون متاكد 100% لكن يعطيك نسبه. الاوبريتنج سيستم شو نوعه وشنو الفيرجن بتاعه حتى السيرفيسز الموجوده يعطيك سيرفيس البروتوكول فيرجن مثلا زي الاس اس اتش او الاتش تي بي جوجل اتش تي بي 2.0 او اس اتش 2.0 مثلا. لما قلنا اللقب فيه هنا دومينيه scanme.inmap.org هو عندك هيدن تقدر تجرب على اي سكان. اللي من inmap نفسه ديري سيرفر تقدر تدير على سكان عادي اسمه scanme.inmap.org. طبعا تقدر تدير سكان على اي حاجه انت تملكها او تدير لاب. تكلمنا عن الورب سيت شويه، قلنا طبعا ان هو يستعمل فيه في حاجات غير الموضوع هو، لكن احنا نقدر نستعملوه باش نطلعوا فينجر برنت للويب ابلكيشن. تمام. هو اغلب التولز بتستخدم مش حاجه واحده، يعني تكتب فيتشر تجمع تخصص حاجه او مشروع واحد. بالضبط. يعني في حاجه ثانيه تستخدمها لمواضيع ثانيه مش بالضبط. انا زي ما قلت لك امس الموضوع ان ما تركز على البرامج نفسها، تبي تركز انك انت كيف تتعامل تخش على اي برنامج وانت تبدا فاهم الكونسبت ليش انت شنو صاير شنو تبي يصير بالضبط. فباذن الله مش هذيك الصعبه الموضوع انك تغير البرامج. هنا في برنامج اسمه نكتو اوبن سورس جنو بابليك لايسنس ويب سيرفيس كاميرا ذات برفورمز فولنربيلتي سكانينج اجينست ويب سيرفيس. هو يقدر يدير يبحث على الفولنربيلتيز اللي في الويب ابلكيشن، لكن في نفس الوقت عن طريق
سكان ريزولتس هي يعتبر حتى هو فوت برنت مع فينجر برنت للويب ابلكيشن. يمكن تستعمل فريكونسيز حتى هو يمكن احنا نستعمله قدام في البروبابيلتي اناليسيس، لكن حاليا احنا نتكلم عليه الفوت برنت والريكونسيز. فهو برنامج يستعمل بعدين انا حطيت ليست من 10 برامج من انفوسيك ترين اللي هم حسب الارتكل بتاعهم ان هم اكثر 10 برامج يستعملوا فيهم في الريكونسيس والفوت برنت. مجموعة كبيرة منهم في ذا هارفستر، سام سبيد، مونتيجو وغيرهم. أنا جربت هارفستر خامس بصراحة لقيت حتى هو متغير شوي الموضوع، ما عادش زي قبل بالضبط يخدم. لقيت إن هارفستر 3.2.3 اللي هو عليه ممكن 3 سنين أو أكثر يخدم أحسن من آخر فيرجن حسب تجربتي أمس. يخدم يعطيك بحث على جوجل ولينكدين وكذا مكان ثاني، لكن النسخة الأخيرة ما عرفتهاش. عرفت بالضبط يعني ايش المقصود بها يعني. لكن الهارفستر طلع لي سب دومينز وطلع لي الاكونتس، مثلا تعطيه بزنس نيم ويقول له دوروا لي في لينكدين، يعطيك نيم اوف ذا اكونتس ولينكس وحاجات زي هيك يلقونك. تمام. استعملنا ريكون ان جي بس طلعنا سب دومينز ومعلومات على الفولنربيلتيز من مواقع وسيرفيسز ثانيه زي الاكس اس اس وهكذا. استعملها في الموديل. بعدين قلت لك ان فيه خيارات برمجيات متعددة بس دي بها في بلتن اند ريكونسنس، لكن هي لكن ضروري ديما دير تشيكس بتاعك تتأكد ان هو سوفتوير هو امن للاستعمال او لا. كيف تحكم علينا هو امن للاستعمال او لا؟ تبي تشوف ستاندرز بتاعك انت وستاندرز بتاع الانستيتيوشن او شركة او مصر بتخدم فيه شني ستاندرز بتاعهم. جنرال رول اوف ثام انك انت تبي تستعمل حاجه فري اوبن سورس سوفت وير تبي تتاكد انه فري اوبن سورس كومبليتلي وما يتصلش بالنت الا بمعرفتك انت وانت بالاكشن بتاعك انت يعني. ومفروض استعمالها يكون انونيمس وما يعطيش اي معلومات، ما يسربش اي معلومات عليك، لا يتصل بالاوترز بتاعها للشركه المصنعه ولا يتصل بحد ثاني ولا يعطي معلومات عليك خلال الاختراق. مفروض تكون واي حاجه ثانيه تبي تزيد على بناء على الستاندرز بتاعك انت او الشركه او المؤسسه. تمام. من غير التولز هما في تولز ثانيه نقدر نستعملوها زي ما نقولها هي كيف تقول لور ليفل يعني من الحاجات هذيك. هذه مش سكيورتي تولز، هي زي ما نقول النتورك تولز زي الهوست والهو از والانس هوك اب والتريس راوت والديك يرجع المعلومات اللي زي ما نقول خريطة بتاع الراوترات، الراوت بتاعك مثل تريس راوت، وتانيين على الدينس الشيء يديره دينس كوري. وتقدر مثلا برامج ديك تقدر تحدد اي دينس سيرفر تبي تحصل منه معلومة على سيرفر معين وهكذا، فتحصل منه معلومات كويسة. هما حتى هما يعتبروا باسف ريكونسنس مش اكتف ريكونسنس لأنك كنت تتكلم في سيرفر ثاني. هذا موضوع تريس راوت عم تتصل اس ام بي هذا اللي تستعمله انك كنت تحصل معلومات على السيستم اللي عليه قبل ما تستعمل بدل الماب او الكاري. ايه 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 يمكن استعملت الماب على حسب شنو هو هنا، لان الموضوع فيه دي نس هلبه كده انت تعرف الدومين نيم ريجريشن الا ما في دي ان اس وفي ماسك دي ان اس قاعدة تقول أنت مغطين على الأربع مليانة الدينس بتاعهم، لكن هدف عليهم مش الدينس بتاعهم، هم عندهم 19 دينس قدر ما يبنوش إلا بعد الأربع مليانات هذا، لكن ما يخشوش عليهم طبعا من أي شخص. هو البوئز يطلعهم يقول لك يعني بوئز يقول أعطيني الدينس بتاع جوجل يعطيك الأربع مليانات وتلقى تحت تشيك بسيط يقول لك شو هذا الدينس يطلب لك 19. فتو نقدر نستعملوا البرامج هي على السريع. أنا نشوف الأوتبوت بتاعهم كيف. هل في تول تعطيني معلومات الأولية يعني كلها؟ مجرد مش من الموقع ولا مش من الويب سايت يعني توفر عليها وحدة من المعلومات المبدئية هذه كلها فيها؟
ايه والله انت شني بتجرب السوفت ويرز اللي هما اللي حاطينهم احنا في الليست، كل واحد يدير حاجه معينه، لكن ما فيش وان سايز فيتس اول، ديما بتجرب انت بتشوف، وزي ما قلنا احنا البرامج هي تتغير، اليوم يخدم وغدوه يبدا في ابديتس، يمكن يغيروا طريقه العمل بتاعه، يمكن تبدا في حاجه ثانيه غريبه صارت، ما مرات يعني ما تقدرش تعب على ديما، فتبي تعرف مجموعه برامج، تبي تقدر تغير بين برنامج وبرنامج عادي. بحكم في غير برامج ما عاد في ويب سايت معينه هم المفروض في ويب سايت سنه اعطيك ويب سايت او اثنين شوي، لكن انت زي ما تقول تستعمل جميع الطرق او تستعمل طريقه ورا طريقه لين تحصل المعلومات اللي تشعر ان هي تكفيك بس تكمل المرحله اللي بعدها، وبعدين انت تقدر تولي للريكونسنس مره ثانيه بعد ما تمشي المرحله اللي بعدها تولي كان جيت معي كيش مع راح حتى حسب الكيس ما بتدقق عليه مش موظف شخص معين تقدر تبحث في السوشيال ميديا وكده زي في الهارفستر يمكن كده في تول تاني احسن منها هارفستر شكله او ديتا كده حسب في طريقه بتعرف الاي بي بتاع شخص معين ممكن تبعت له ايميل في تراك مجرد موصله الايميل سواء فتحه او ما فتحهاش يرد عليك كم تلك الفتحه تقريبا بتاع الايميل سيرفر تقدر تشبح تقريبا تحصل معلومات الايميل نفسه تشوف رو ولا حزه هي وتطلع لك بي ادرس وحاجات زي هيك لكن ما فيش ضروري ايميل توصل على لينك لا في طريقه ثانيه ريف تراكينج في الايميل بحيث انه مثلا تبعت لشخص مثلا نقوله هاشم آت جيميل هاشم بوت تكتب اسم التراك على بعض او في نهايه الايميل اسم السوفت وير او اسم السيرفس اللي تعرف تعمله مجرد ما يوصل للشخص الثاني حيرد عليك معلومات عليه هو شو اسمه نعم شكرا كتيبه بس والله عادي لكن ما لازم تكتب الضيق لا عادي شنو اسمه روحك عادي ممكن تكبر الضيق شويه لا الضيق الله لا انت كنت وحتى الكاميرا حتى الكاميرا الصراحه الصوره طلعت ما ضيق حتى الصوت عندي لو كان الصوت كبر الفونت اكبر احسن من ضيق شوف الشباب عايشين هو بيطلع حتى خير استاذ هي تقدير الرقم لا حتى كي افضل لا هو هي الباك جراوند يا سلام وكبر السايز ايوه هو صغير هيك ممتاز بيرفكت يعني خذنا يعني كيف بتدخل الكبت تجي ما بعرفش شنو هي؟ تبقى بدنا نسرق قلتها يديني ما يرجع لكن ممتاز مفيش حاجه تيك توك مفيش حاجه فيسبوك ماشي لا لا ما فيهاش حتى نت ولا جي بي اس ولا اي حاجه يفصلها كام مش خليها تتصل لا تقرح في اليوتيوب اليوتيوب لا فنبغى نجرب اول حاجه هو از اوكي نبي نجرب هو از بنعطيه سكانمي دوت اما دوت اورج بسم الله اوكي مفهوم ريكويست بس اجرب هو از هوست يعطيك الـ IP address code. Okay. Scanme.nmap.org عنده
اي بي 4 واي بي 6 ابيرسز. اوكي بالنسبه له از في مشكله شويه شركه ويب سايت كيف ويز دوت كوم في لان بنديرها من تبع نقول له موضوع بسيط هو وز هنا في الماك خدم لي من غير ما اي حاجه جنبه نخدم في السكان 100 هذاك ما باش يعطيني لكن هنا نديرو طبعا كنت تعرف لينكس تول تصير تدير له فايل في بس يبدا باجينيتد هذاك تمام المهم فقدرت انا كويري هو از على جوجل دوت كوم اللي اما سكان مي دوت اما دوت اورج ما باش يشتغل في المشكله في يعني في مال فورم دي بوست ويب سايت ثاني نعم جرب ويب سايت ثاني جرب جوجل دوت كوم نعم فجوجل دوت كوم هنا تشوف فيه في دومين نيم اعطاني ريجستري دومين اي دي ريجستر هو از سيرفر هو از دوت مارك مونيتور دوت كوم اللي هو بتاع ابديت ديت 2019 كريشن ديت 97 جوجل ميك 98 عفوا هذيك فلا ريجستري اكسبايري ديت 2028 وقت الوقت ما تشتري جوجل دوت كوم يعني استنى التاريخ وريجسترا راهو برسمي منها وفي مجموعة حاجات تانية في كان جوجل دوت كوم دار اي ابيوز تشكي عند مارك مونيتور دوت كوم ابيوز كومبلينت فحاطين حاجات انا في فون نمبر شكله يونايتد ستيتس بيس في دومين ستاتس لاين ديجيت بروهيبيتد كده في عندك اربع نيم سيرفرز بتاعهم انس جوجل انس سيرفر بتاعهم صح؟ نيم سيرفر مش هاد من يعني ما اعرفش يمكن قصدي انت بتشوف دير عليه هوست يطلع لك هيك انا كتب مور انفورميشن على ستاتس كود برا اي كان زي ال ستاندرد اكسبيريشن ديت از ذا ديت ريست سبونسرشيب If the woman is the same, the city is quiet, it does not necessarily reflect the expiration date of the domain name. Okay, expiration date, that comes with the rule of the domain name, the expired authority. You're not authorized to access or query our WHOIS database to the use of electronic processes that are high Google and automatic security risks. قالك مفهوم الدراسة هي هو إز إلا كانك عندك قالك برا
يسجلوا الحضور كذا انت هذا الرول قالك accept as reasonable necessary as the register the domain names أو modify the existing registers يعني تيجي تشيك إن مثلا هل الدومين نيم هو مأخوذ من قبل ولا لا عادي يعني زي ما قلنا تو ممكن معناه شيء من ديراهم و is the database provided by VeriSign تمام المهم فهنا تلقى معلومات على الorganization زي الاسم الorganization الأصلي الرسمي Google Limited Liability Company و state في كاليفورنيا United States تمام email reset email select request email form مش حاطين email بكتب تبعتهم email تخش على form بروسيس ففي معلومات على التسجيل ومعلومات على الادمن نفسه بتاع الخدمه اللي هو نفس جوجل ليمتد لايبيلتي كومباني السلام عليكم نشوف في ستيت كاليفورنيا كانت ستيت نفس جوجل بالضبط نفس الريجستران هو الادمن بعدين في تيك اورجانيزيشن وهذا تس تاع دينس سيك عند جوب بيز ويز واخذ تحصل يعني عدة لينكس وحاجات تحصل معلومات على الشركة نفسها زي معلومات هي معلومات تسجيل الدومين ومعلومات الادمن نفسه وتك سبورت ده وتحصل نيم سيرفيس هذا اللي جوجل دوت كوم اوكي عندي هنا نعرف على اسكانين ما خدمش في الجوجل بالك لان الصف دومين كبير حتى انا فكرت اجربها اظن حتى صف دومين عادي لا صف دومين مختلف لا صف دومين مش عادي ما نعرفش زي ما يحكي ولا نسوي ماي ثاني لكن تحصلنا ان ما بتشعر رسي دومين اي دي دومين نيم هو السيرفر شوف كل واحد عنده هو وزن روحه على حسب السيرفيس استعمل فيها في الريجستريشن دومين نيم ريجستر اليو ار ال يعني يمكن يكون هو متعامل مع شركة هي او متعامل مع شركة متعامل معها حاجة زي هي ابديت الديت من وقت 2008 اخر ابديت كريشن في 99 اكسبايري 2019 يمكن في ليمت للعمر الدومين كلهم لنا يتموا في 2020 2019 تقريبا تجدد ل 10 سنين او مش كثير ولا وهو ريجستر دينا دوت ليمتد لايبيلتي كومباني ايانا اي دي 472 كونتاكت ايميل في حد ابيوز ابيوز ات كونتاكت نمبر طبعا يونايتد ستيتس دومين ستاتس شوف هنا الريجسترنت نيم نحينا ريدكتد في البرايفسي بالضبط هذه معناها هو لما سجل هو مش معطاهمش معلومات اعطاهم لكن دار شك انه يبي يقعد برايفت هذه تو بيع فيها سيرفيس نعم انا عندي دومين بوستر بوز كيف يقدر نعدل المعلومات هاي يعني عن طريق الدومين ريجستر بتاعك اللي هو مشاركة الدومين الشركة نفسها اللي مسجل في الدومين ايه يديروا هذا نفس لقطة يعني مثلا ليبيا سبايدر عندهم نظن عندهم مش متأكد 100% لكن استعملت كده ممكن عندهم عشان بيز دوت كوست نف عندك متأكد انت سامع فيه مبلغ فتيجي تشوف هل بحاجات يذكر في البرايفسي لكن ستيت بروفنس كاليفورنيا هذا خلينا نجرب مثلا ديجيتال امين اوكي
خلاص فين ناس ايميل ورقم كل شيء. جست راني بالجوال دومين اي دي وايز سيرفر وايز نيك بالتليفون بالجوال. ابديت اخر واحده شهر 3 كريشن شهر 3 اكسباير 2024 شهر 3 تبدا واحد رينيون اكسبريشن ديت شهر 3 ريستار ليبيا سبايدر لوك ابيوز تتكلم ليبيا سبايدر كان ديش تراني ديت كونديوسر لحد تكتب رقم عالي ورقم عالي ترابلس دومين ستاتس في تشار اي كان نعم ريجسترنت اي دي نيم سفيان بن عيسى اورجانيزيشن ريجستر امني ليبيا ستيت تقول لي نيري راك ينبس مش حاجة بخزي لا تقولي يقول لي بوست الكود طبعا مع الناس دي في سفار خلاص الواي رقم حقيقي وايميل مش ايميل خدمة راك تقيفي ولا انا بالنسبه للشركه هي انتشن اللي حاطه بابل عندي في شركه ثانيه مش بابل لكن ما نعرفش هل تقدر تحط معلومات مضبوطه في ليبيا سبايدر وتقول ما يحطوهاش دير ريدكتد ولا لا لكن بس دوت كود انف عندك اكيد سام في واسطه بابل سوست سيرفيس شوفوا أقصد لما تسجل منهم إيه لكن احتمال اللي بس بادر عندك ما تشيل شيء فيك يعني شعيب فيك ريدكت جينس إنفو وبرايفسي الكلوك غلط طبعا ضروري تعدل الساعة بتاعك تستخدم ال encryption في ال certificates يعني certificate validation هذا شو وديت هو لا لا الساعة غلط واحد زين. إذا مزبوط الساعة 10. نعم. بس في التايم زون هو مش معقول. يمكن. الباسورد كالي. لا كالي كالي. أي ماش كيف تعددت وين؟ استعمل في الجنوم. استعمل في جنوم تعود بيهم هنا عرفوا اوكي داري يو تي سي مني روت اوكي كونجريشن سنترايز احسن تي بي سبورت نزل ستورت خلاص عشرة بديت بقى غلط على سبتمبر سبعة بتعدي الوقت في التاريخ يبدأ يخدم
موقع اسمه بيز أو موقع هو عنده في البيت. ولا هوستنج هو سيرفس. أنا استعمل فيه خط كان عطيني هو مساعد فيه ما تجمع يعني دم قريب 10 سنين. فنحبه ما أدري. كويسين عندهم PHP هوستنج كل شيء شركة هوستنج. المهم عندهم خدمة ال برايفت ديكس برايفت وقلت لك اللي بيسباد ريبر حتى ما فيش بطلب منك يعطي شو فيديو المفروض خدمة معدينا من قبل كي تشيك بوينت تشيك بوكس خلاص ما فيش احنا اوريدي ما تبيناتنا بخص يمكن بمسواد نقول ما عاد بيقول لك المفروض عندهم من قبل انت تقدر تعدلهم تقدر تعدلهم تقدر تكتب حتى فيك انفورميشن لكن انا احكي لك انه المفروض تكتب الفراش الحقيقية وتقول لهم يكتبوا 11 في الوقت مش حق معلوم عليه بالضبط هو مو احتمال فيه لما تشري دومين ركز طيب ان لا تشوف تمام فهذه معلومات على الكومباني الاسترانيا ف يعني كويسه حصلت على رقم تليفون ايميل عنوان واسم ف يعني في معلومات تطلع من الموضوع حتى هو بس ريكومنسس اوكي فدنا هوست ودنا هوست بايا قلنا لما نعرف الاي بي بتاع عشان دير هوست وتقدر حتى بينج لكن بينج ولا اكتر هوست باس دير هوست ديجيتال اونلي ديفايس او اي حاجه يطلع لك الاي بي بتاعها يطلع لك الاي بي ويطلع لك ان الايميل وين يا قصدي تفضل شوي الزور بتاعه زي جوجل ورك سبيس لكن في معلومات أكثر بالنسبة للدينس ما زلت تطلع أكثر منها. هذا إنس لوكا أوكي أوتبوت متاع نايس كلين خاصة منين دار لوكا لازم يقول دينس بخدام دي سي بي دينس سيرفر وأعطاك الاسم والاي بي ادرس تمام طبعا اي برنامج تبي تعرف عليه تقدر هيك مان قبله مان بعدين برنامج مش كلهم فيهم مان ولكن 99.9% يعني فيش مان ولا برنامج صغير تقدر تشوف يعني في ارجمنت ما تعرفهاش من قبل ولا حاجه زي كذا سب دومينز نجربوا كمان ديك ربي ديك ديك حتى هو معلومات من دينيس طبعا ونتفكروا أمس إحنا استعمالنا لريكون إنجي صح لا؟ سام ريكون انجي وسط تقدر طبعا اكتشفنا ان معاش المودلز مش من الاول موجودين ضروري دير ماركت بليس انستول طبعا هذا لايف سيستم فكل ما تفكر تفتح ولا من المدير تجي مره ثانيه لازم ندير نعم لازم ندير انستول مره ثانيه
إلا كنت مش لايف في جهاز. وقلنا أنت كنت تبي تعمل في جهاز في ماذا بيك تعمل ديبيان أو أي حاجة وتنزل الأوفنسيف سكريبت تولز ديبيان أنت. أو مش كونفيني تهبة هي بروسس بتاع تنزيل البرامج بروسس لكن نعم مش هذيك الصور. تمام الايروز بتاع الاي بي اي ما مش مشكلة. في هو مثلا مثل الميز بس مش نفس استعملناها بس لكن هذا جيد. فأي موديل يعجبك تختارها تشوفها تقدر تحصل على مزيد من المعلومات دير هيلب تمام في دير انفو يطلعك معلومات عليها يطلعك اسمه روتر فيرجن وكيز اذا كان في كيز في كي اي بي اي uses the Spice API to discover subdomains. تحصل options. options هما المعلومات اللي تعطيهم للموديل هو باش ينفذ العملية. عندك source. source بالعادة هو اسم الموقع. و limit هنا limit number of results. اللي مش متأكد منه هو يمكن يحتاج API. لذلك يمكن يسمح حاجة تانية بس. ممكن دي سيرش اسيب الدومين يطلع معه احنا جربنا مع اكسس اي دي اكسس اس فولنربيلتي التارجت تقريبا موديل لو التارجت بعدين تقول انفو يطلع لك اسمه هاكر تارجت دوت كوم مايكل هندريكسن وهكذا uses the هاكر تارجت دوت كوم API to find host names updates the host table with the results options and sources هو ما يديش كيس تعطيه مجرد انك تعطيه سورس يعني الويب سايت في اسم دومين فندير اوبشنز ست سورس كده مره واحده كده دي سورس وبعدين دي لارن تمام هذا زي ما قلنا قاعد passive reconnaissance مش active reconnaissance يعني انت مش دبت سكان معين طلع لك جميع الDNS records اما اللي يعرفهم بس يمكن ناس تانية طلعتهم بسكان معين هي المهم هذا مش جميع الـSubdomain names يعني نعرف لان انا دارس التبصير لكن مجموعة كويسة من التريد هو نفسه يعني نعم؟ لا كل واحد براحه www files sh وهكذا هذا الثاني bt
تارجت اسمها المودين اسمها هاكر تارجت. الاسم الكامل للموديل هو هو ريكون سلاش دومينز داش هوست سلاش هاكر تارجت. تقدر تدير موديل سيرش هاكر تارجت. المعلومات اللي هي هنا احنا دمنا انفو يعطيك المعلومات هذه فقط. انفو هي عباره عن الاسم الاوتر بتاعه فيرجن والديسكربشن اللي هو وان باراجراف تكون فيري شورت وبعدين اوبشنز. الاوبشنز هي زي اللي بنقول فاريبلز اللي بتغير اللي بتعطيهم لها انت المعلومات اللي بيها في سورس. سورس هذا معناها الدومين كويس source ايه بس ندير دي اوبشنز ست سورس وبعدين نومين كلهم نفس الفكره لكن انت مرات السورس هي تغير يمكن في اكثر من حاجه هنا فكان في اوبشن ثاني بتدير نفس اوبشن ست الاوبشن الثاني شنو هو بعدين الفاليو بتاعه زوسيني سورس ايه بالنسبه للموديل هو سورس بس ايه انا استعملت الثانيين في الاي بي اي كثير كثير هو انت اصلا كان مش جبت اي بي اي كي معاش ولا انونس الموضوع اللي جبت بتطلع من موديل دير باك تمام بعدين دير موديل سيرش الموديل اسمه تايم سباي سباي هاي فيني بي اف اي كي يتسربوا قصدي حتى من جوجل سيرش نفسه في جوجل كرولرز هي وسيرش انجنز يعني في عدة سورسز يعني سورسز انت تبي تدور مثلا احنا ايش نسمع اللي كنا نسمع فيه هاكر سبوت ولا هاكر هاكر تارجت مثلا تدور هاكر تارجت منين نجيب السورسز يعني عرفت حاجه عرفت الفايروال شنو هو بدنا نجرب عليه
هذا هو كتاب الدكتور اوكي اونلاين بروبابيلتي سكانز بروباكتيفلي هانت فور سكيورتي ويكنسز Scrolling on this next level. Yeah. There's the tools that are focused, my input, input sources, and the one that I'm going to get in. And the next tools that are in map, or Mikto, or Zmap, or whatever, like if the في السيرفر تحت بيستعملها اونلاين عندهم مجموعة أزواج في الويب نفسها. خشيت على الموقع بتاع الهاكر تارجت مازال ما لقيتش السورسز بتاعهم لكن خلينا نشوفوا شنو يعطيني في الاونلاين بتاع نفس بتاعنا احنا يعطيك جوجل سايت فيريفيكيشن هو معناها في الموقع هو يستخدم في سيرفيس من جوجل بالنسبة لي انا هذه جوجل مابس يخدم جوجل مابس تكتش زود كم زي ما طلعنا من قبل هما حنطلعوا بكمان تاني برقم الجهاز تيجي تجرب هنا في هاكر تارجت تحصل نفس الحاجات اللي في جهازك لكن عن طريق عن طريقهم يعني انت تستعمل جهازك احسن جهازك يعني تيجي تستعمل في بي ان والتور والحزريه تدير موز يعني كده احسن لكن تيجي تديرهم بهاكر تارجت دوت كوم وفي عده برامج عده مواقع ثانيه في دينس دامستر هذا الاي بي بتاع الهوست وين يتحرك هو الاي بي شكله يتغير من مكان لمكان هذا ماسك الاي بي مش اي بي هوكان هذا الماسك ماسك شنو يدير يخش على سلسله في البي ان غير روح من مكان لمكان استعمل فيها اللي عاديه نفس يقول له فيرتشوال اي بي لا فيرتشوال اي بي روح فيرتشوال اي بي اي بي خارج الدومين او السبنت ماسك اللي انت تخدم تحت موجود حتى في الـ في الـ رحمه الله في الدي اس بي انت تعطي اي بي خاص صح تحت السبنت ماسك بتاعك لكن خارج دي اس بي اصلا هذا ماسك اي بي هذا يخدم تحت في بي ان يتحرك اكثر من مكان هذا انت تنتشر المهم احنا كان حقيقي في المهم لكن هذا شكله من قبل ذلك كان في يونايتد ستيتس هذا دينس سيرفرز ام اكس ريكوردز معنا الايميل
وفي تكست ريكورد هما اللي قلنا انا تقدر تعرف هل شن يستعمل في حسابات التوكنز جوجل سايت سيرفر وماستر دومينز. فتقدر تلاحظ هنا ان حتى هو ما طلعش ما يقدرش يدير بحث سب دومينز كلهم في سب دومينز ما يطلعش هنا يطلع له سب دومينز اللي تسربوا يعني نعطي فيهم كوبي بيست لينكس هلبا وكي ويطلع حتى في جوجل سيرش فهم يطلعوا لكن السب دومينز نفسهم كلهم اللي نعم مش نشرهم في السريعش مش طبعش كده مثل ونقول له يبحث في جوجل اظن حيلقى حيعطيني كلام تكست من الموقع نفسه يعني هذا حيكون دليل انه هو اريد يدل على ويب كروم. اوكي كان خدمه اوكي لا في ديستراني دلوقتي فقط لكن قبل تقريبا طلع لي لكن يقول في الأكيد إنه طلع عن طريق ويب كرول. ما تطلعليش في جوجل لكن هو فيه متسرب عن طريق حاجة تانية كان هذا يطلع لك جميع السيرفرز اوكي طلع لك حتى السيت سيرفر للنسخة النسخة من البروتوكول الاستعمال اي 2.0 لكن نسبة كبيرة جدا من السيرفر الاستعمال في نفس البروتوكول. الصورة مش واضحة لكن يبين لك إن كيف الـ visualization ذات إذا أنت من هنا تتصل بالدينس اللي بينهما تلقى بعدين تمشي لي دومينين في أي ريكورد عمار أي ريكورد اللي هما يعني فيهم IP address وفي الـ MX ريكورد زي ما بتاع الإيميل بتاعت الإيميل هذا بتاعت زي كذا الصورة يعني نفس المعلومات اللي يعني نفس المعلومات هي تطلعها من جهازك يمكن أحسن إنك تجرب بويب سايت زي هو لأن الويب سايت هو 100% حيخزن على شنو حتى أنت ويبعد دليل عادي إذا كان خشيت وزي توك في ال في هذا ستاك الكتب طبعا تقدر تنزل تور تكتب تدير عليها حاجات احسن منك تقدر تكتب زوج بس تقدر تروح تدير تور Thank you.
الشكل التور مش موجود في الريبو بتاع الكلينكس من الأول نشوفه. البراوزر يفصل الدكتور كثير خدمة تنفس الأسرع يعني الواقع عندك يكتب تستعمل ديما ديما ديرها بال تنزل الدكتور بس أحسن الدكتور راوزر من غير براوزر يقعد يخدم كسيرفس باك جراوند باش تقدر تدير الفسة هما كلهم أنونيمس يبعد اي حاجه الا يو دي بي و اي سي ام بي بينج مانجمنت ولي دي بي باكت تتحول لتي سي بي باكت ايش كانت يعني شبه النت كله تقدر تستعمله لو حتى كان براوزر يعني تستخدم شيء ايه ايه حتى تستعمل كبراوزر تدير له ابديت ولكن كيف تستعمل قصدي بتخش في مواقع يمكن ما ادريش فين تلقى تبدا تدير تبي تنزل شوية plugins في البراوزر زي نو سكريبت وهكذا في عندك خدمة اسمها دوت تو في الأخير تديرها تمشي لك طبعا مش سكيور ولا حاجة معش في حد تفتح الموقع وبعطيك صورتك نعم ده كيف فخنزي مثلا تشوف نعم مش لكن في كيف تدير الرابط نفسه بعد دوت اونيون بعد دوت تو في الاخير دوت تي او يفتح عادي زي البروكسي لكن حاليا ما يخدمش انا قاعد يدور اهو ما عرفش بركا واحد صور المهم ما تستعملهاش يعني هو الفكره هي موجوده لكن ما هيش باهي
يعني هو في حد ما عنده مدلتر تعرف يعني ما تيش تربط المعلومات هي بالموقع نفسه يمكن هو ماذا هي اللي دركتي قريب يعني فيش حاجة عالدار مش بلوك بلك احنا وقالنا على هذا في دار دار ما يجب في حد دائرة بلوك دار تعرف يدير بلوك طويل الموضوع هلبا لأن في 9000 IP address لا ما عرفش إذا كان الدار بطول بلوك ولا لا لكن اللي تتين دائرة بلوك على هلبا حاجات لا لا مش التمر ماتريس تعرفها منين؟ ماشي عن طريق 7 ريليز على طول، يعني جارنون في جيرماني، واحدتين في جيرماني واحدتين في جيرماني، بعدين أنا نسيت ريليز، في تغير السيركت، في تغير اللوكيشن بتاعت نسيت الأكياد، أوكي، طبعا ما يطلعليش أي تيم من غادي، ما يطلعليش شيء بالدور خلاص، لما أبدأ، تمام. يعني هنا تيجي تاخذ مثلا دينس دمستر ودينس تعمل مثلا تعمل لك انونس لكن طبعا ماذا بيك تجي هنا تعدل حاجات زي السكيورتي ليفل بتاعك ديال سيفست بعد و صدقني تبي تنزل مثلاً نوع اللي هذا دومين وعرف الدول الصعب دومين اللي كانوا تبينها الإيميلات بتاعتنا أو الإيميل أشخاص ناس بيكون أكتريتهم اليوم علاقة بالكونسنستورز زي فيه واحدة فيه لكن يعني قداش يخدم ومش هذيك يعني بيطلعك من سيرش انجنز وكي او من بيج حاجه زي ويب كرولنج حاجه زي مش حيكون يعني سكان بتاع انا بدي سكان على الايميل سيرفر بتاعهم يعني شبه انت وحظك شوي يعني لكن في تولز انجنز مش فصل السيرفر نفسه هاي تدور على السوشيال ميديا وايش بدهم باسف ريكونتس أطلع بنفس النتيجة من هنا لكن ما يعرفكش وين موقع يسبح فيك في نت تيسن وانا درتها هي كيف تتسكر الاسكت المهم بتغير في العدادات لين يخدمك الموقع اللي تبيه ومش أكتر من يكتب احتمال يكتب سبسكت ضروري أصلت إيمائي في هذا الوضع كل نفس النتائج بالضبط لكن في حاجات غلط يعني إيمائي مفروض في طبعا تول تانية تيجي تستعملها عن طريق الترمينال في تول تيجي تستعملها عن طريق الترمينال اسمها توريفاي
بنات ناس بندور تقدر تنزلها. شديد توريفاي يعني ليه مثلا عندي كوماندا هو أسويس ريبار فريوس ولا أنت تبي تدير مثلا ديك ولا هو إز ولا أي حاجة لكن مش دير عن طريق النت بتاعك أنت صح ولا؟ فتزيد نفس الكوماندا بالضبط قبل توريفاي يا بس عن طريق التور تمام. أنت طبعا قبل تبي تنزل التور بطريقة كويسة تبي تحب تنزل كسيرفس و الاينه بتخدمها ويبدا عندك بروكسي على بورت 9001 ولا هذا هي او غير زي ما تبي وتغير تستعمل كبروكسي. طبعا تقدر تستعمل حتى براوزر عادي يجي براوزر عادي هو يقدر السيتنج هنا في نتورك سيتنج بتاع بروكسي سيتنج نعم هو الديفولت بورت اللي تور يفتح فيه بروكسي عليه يفتح بروكسي تمشي عن طريقة من أي برنامج عادي للتور تستعمل في التور من أي برامج مش تور براوزر هو ديفولت بورت فقط وتقدر تغير أي حاجة تانية. أنا بدير هنا بدير 1.7.6.1 بورت 9001 لكن نستعمل إن ما كان لازم أخدناهاش لكن بغير نشوف في عندي بورت لوز نشوف البراوزر لو ما مشيت في مورك تبي تخش هنا على الاعدادات في فايل اسمه تور فايل بس هنا بيه هو قصة جميع انواع الاعدادات بتاعات التور تيجي هنا تديرها تحطي اي بي تحطي بورت معين تسعين خمسين بورت بتاع بتاع البروكسي 9001 بورت بتاع ريلي حطوه كلوز لذلك فايل اسمه تورك ديفولت هنا مية هو فصله زي ما نقول جميع الاوبشنز او مش جميع الاوبشنز لكن يعني تستعمله بس تشوف تقارن بين اوبشنز هما بتاعت ترانسبورت بروتوكول لو انت في بلاد مش سامحه مش كتير بحاجة للبرتيشن آخر حاجة
ممكن نقول لموضوع فكرات المتطور هو ما كانش جزء من التطور. بعدين شويه بعد بريك نديرو تول تعتبر اكتف ريكونسنس اوكي اسمها وافق يشوف ماله مساحة ايدنتيفاي فينجر برينت وريبليكيشن فاير وول برودكتس وافق ايدنتيفاي فينجر برينت وريبليكيشن فاير وول برودكتس اكتر حاجة بيقول لك هل الموقع هو فاسطة وريبليكيشن فاير وول زي كلاود فلير وال اسمها ذاك سكيوري ولا أي حاجة تانية ولا فهذه فكرة من أهم حاجة يعني فيه. لكن كده فيه المزايا التانية Verification Firewall Identification Fingerprinting Tool To do its magic, work off the problem Send the normal HTTP request And analyze the response This identifies a number of WAF solutions If that is not successful, it sends a number of potentially malicious HTTP requests and uses simple logic to deduce which WAF it is. It بيكتشف حتى شنو هو الفايروال تمام. If that is also not successful, it analyzes the responses previously returned and uses another simple algorithm to guess if a WAF or security solution is active. هو يعتبر برنامج كويس بالنسبة لل security solution. بالنسبة لأنك بتعرف هل في فايروال أو لا بإذن الله حيلقى إذا هو موجود تمام طبعا هذا Active Reconnaissance يعني حيبعد السيرفر حيتعامل معك مباشرة يعني ضروري بتعرف هل أنت عندك إذن إنك تدير كيف أو لا فلسفل هذا ايه كنتكت اندريكت يعني اذا اي بي يطلع من الثاني وبعدين ممكن اوريكم لوكس غضو ما اللي صار مسار ان شاء الله كمان اوكي نو واف ديتكت ما عنديش واف تمام لكن في مواقع ثانية فيها اي موقع هذا الموقع في الموقع في موقع بتاع تعرفوا كذا القسام بتاع اسمها فلسطين يديروا في موضوع كامل لكن مش كلاود فلير مش عارف شنو هي في حاجه غريبه فزي ما من ضمنش فزي تبدي A new connection. Temporary failure name resolution. It could go down, not on the web attacks. Bustle was one. موقع ثاني هي الموقع لكن هو شكله دعم شكله السيرفر بموقع محمي كلاود فلير ولا حاجه نبدا مش ليبي ولا حاجه جرب نعم شنو اسمه؟ تريد او تريد تريد او جي ار اي تريد او جي او جي ار اي دوت كوم طبعا بيست كنترول شيفت و سيرو
اوكي كلاود فلير تو ريكوست تو ديافر باذن الله قصدي حتى بلوجز حتكون حاجه خطيره بدك تنشوفها مثل هيك شيء. طيب هذا اكتف بعت ريكوست تشوفي بعت ريكوست لسه فرطول الريكوست اللي بعت ببين في الفورم اللي بين فبكيف تعني انا استعملت مثلا درت التور بروكسي كل شيء سيت اب وبعدين درت توريفاي قبلها ف اه بس هي بتشتغل التور السيرفس مش نازل التوريفاي مش نازل التور نفسه مش نازل وفي شويه اعدادات بعد بريك تنحل واحد لما كانش كنا مخططنا بدينا اليوم لما نبعت حاجة ومش باقي الصورة نكتبها ايه دير توريفاي قبلها وخلاص بإذن الله توريفاي يقول لك كانتور مش هي ما يخدمش مش هيبعتها من غير توري يعرفوا كويس كويس فعلا مفيدة التوري هاي مرة انت تبي تدير بورت سكان من برا مثلا انت داير فايروال زي عندنا احنا الكلاود سيرفر ما يخدمش برا ليبيا اللي بدير عليه بورت سكان من برا ليبيا ندير متى تعرف توري فار لكن البينج ما يمشيش يمشي في بي ان ولا حاجة تانية لكن توري طبعا تقدر تدير تريسر بس تكتشف حاجة تانية اللي علاقة بالنتورك بتاعك انت اكتر يعني قديش في انت كيف فانا شكل السبنت بتاعنا 5.1 في الراوتر بتاعنا بعدين في راوتر ثاني بعدين شكل هنا وصلت في النت عم في ايطاليا في مهندس فايز ما ستارز تمام انا هو اس ام بي ميكس بلس سيرفر الراوتر وتحلل النتورك بتاعك اكثر اسهل يعني طبعا بتاعك لكن في نفس الوقت كان طلعوا لك الاي بيات الاخيرات تقدر تعرف هل هو فيه فايروال قبله ولا لا عارف يبان ممكن فيه تقدر تضبط هل هذا فايروال او راوتر وتقدر انت اللي حصلت الاي بي بتاعه تقدر تزيد تسرب عليه نفس الراوتر ذاك او الفايروال تكتشف اكثر على الانفراستراكشر بتاعهم هم غالي فتريس راوت حتى هو فيه فائده هل هو. نقول فايدتها في اكتشاف حاجات في اللان بتاعك اكثر لكن يمكن يمشي حتى غد في برنامج ثاني اسمه دينس ريكو ده في معنا الدومين يعطيك مجموعة معلومات على الدينس performing a general enumeration against this running to the wall. Wildcard resolution is enabled. I told him that I'm ما يخلص to the زي بسهولة. Wildcard start to this running to the wall. I server that I went to the server. مش عن طريق دينس السيرفر. لكن ما في معلومة تطلع. قالت هو السيرفر اللي كانت هو. من ده wildcard resolution. يعني فيك تكتشف شوية عددات انت معلومات هي. خذ All queries is off to this list of addresses. DNS check is not configured. DNS IP addresses, I'm going to have TV. If I end up with the email, this time service, I'm going to have it. And then, if there's a error. نعم. DNS check. DNS check, والله بصراحة ما نعرفهاش إن هي بالضبط. لكن في هذا الموقع يمكن كل موقع شفته ما نت كونفيجر حتى جوجل فيه تيك ما نعرفش معناها بالضبط صراحة دينس لا علاقة بالدينس كونفيجريشن دينس سيرفر أو حاجة زي كده إذا محتاج سريع عادي ممكن يساعد في موضوع لما حد يقدر ياخذ دومين بتاع او يغير النت في السيرفر
كان على سكاي عربي. في حاجة فيها كريبتوغرافيك اوثنتيكيشن صراحة ما نعرفش شنو هي بالضبط، لكن حتى جوجل ما عندهم دايرين على حاجة. هذا هو تلقى التكست هما فيهم شنو يستعمل زي الاي بي اي كي، هو يستعمل فيهم داتا فيريفيكيشن، هذا هو اللي يملك الدومين. وفي الثانية هي بتاع الزوج وهذه بتاع جوجل، معناها انها تستعمل فيهم سيرفيسز. يعني جوجل عارف انا ايش دايرها، دايرها على خط جوجل مابس، لكن يمكن تكون اي حاجة ثانية. في برنامج ثاني، في برنامج ثاني حتى هو اكتب اسمه شو وات وود هذا اكتب اللي علاقه بالدينس، هو بيعطينا ريكونسنس، بيعطينا معلومات على الويب سيرفر حاجه زي كده. شو الويب سيرفر بستخدم فيه تنشوفوا تنشوفوا ال المهم إن تبي تعرف إن هذا أكتر عندك ال الوافوف والواتور أكتر، وفي حاجات فيها حاجات أكتر زي ريكون إن جي الحين استعملناش هذا كتير كتير، لذلك تبي تتأكد من موضوع كونيكشن ريسيرش مرات مش حلو ثواني انا اطلع نعم جربت وعطت عندك ما نعرفش كيف في مشكله ولا شيء لا لا ما بس يخدم لي هنا شو تفتح تعالى جوجل يخدم لك أعطاك موفبون انتهي مع معنا داير ريدريكت من الاس تي بي الاس تي بي اس هو مدير الكورس يشوف فينا ايش تريد غير شو بس حيث لكن حتى انا عندي نفسها هي متاع المو هو جربوا ديروا لينك تاعنا اس اس انت درتها درتها اوكي مستر كونتري رشا طلعنا من هالبدور ايميل مضبوط انفو هذه ما طلعتش في الثانيه المعلومات رجل كان يطلع لي انه هو باتش كنتري هيديا ما كنتري هي مدورة هو راه كنتري في الواقع عنوان يعني انا بقول كنتري بعدين تدور على IP address بروحها حتى بعدين تضع معلومات احسن شوية لكن هيك ما ممكن يعني كل برنامج ممكن تعتمد عليه في معلومات معينة اكثر من برامج ثانية يعني هنا استفدت انا من موضوع الايميل وهنا اشوف ال HTTP سيرفر نوع انجينكس هي معلومه مهمه ما اعطانيش الفيرجن بتاعه على خاطر اني منحي السيرفر سيجنتشر نحيتها انا من اللي فاتك لان انا كنت داير بقصد نبات وقت داير سيرفر فيرجن مش vulnerable لكن من كثر ما ناس يقولوا لي كل مره واحد يجرب يقول لي راه سيرفر سيجنتشر ولا عطفتها خلاص بصراحه هذا الاي بي ادرس الجكوري أنا ما استعملش فيها هي موجودة كفايل لكن هي جافا سكريبت ما فصل ما استعملش فيها في حاجة معينة بتنظم سكريبت جافا سكريبت طيب تبع بيش طبعا خذها بيش طبعا هذا أكتف ريكونسنس عارف بقى مثلا مش زي التانيات ريكون باسيف ريكونسنس أنكومن ميدرز أنوار إكسبريم أوبشنز دينامي هذه معلومات حصلنا عليها من بوتوب.
تبي تزيد تقرا عليه تقدر تقرا عليه باستعمال كوماند مان فور شورت في مانوال يفتح كمانوال. طبعا تقدر تبحث حتى هيك دير سلاش تقول له مثلا يبحث المهم سلاش قبل ما تبحث البرنامج لسه والمان تمشي مع كل التولز كيف تتكلم ايه تمشي مع كل التولز كان هم فيهم مانوال وريدي داونلودد بيطلع لك كان ما فيش شيء يعني مليحة بتذكر ما عندكش نت مليحة جدا كويس 99% برامج كلهم فيهم مانوال وتقدر تخلي تعدل الاب تقول ينزل المانوالز والسورس كود مع كل الباكجز تنزلهم تكتب يكبر الحجم مرات في استفادة لحسب حاجتك انت. شوي يس. دعني افكر. الحاسب يبقى. عندك اي مشكلة حسيتها ما لي طول. سهلين. ده بينا نفوت موضوع الريكونسنس بالفوت برينتنج بعد الواحد منهم يخش على سكانينج سكانينج تولز شوفوا ده هربس نفسه انا امس لما جربتها كداونلود نزلتها في ديبين وده كم مرات في حاجه اللي علاقه بديبين نبي نجرب انا اللي يمكن نقرا طبعا ضروري من تعطيه اوبشنز هربة اربع ثلاثة اوبشنز تمام تعطيه الدومين عشان هو بعدين تعطيه الليمت قديش بيبحث مرة عرفت ان هذا بيبحث على سيرش انجن كلهم يديروا لك بلوك الاي بي ادرس بتاعك بيقول لي عرفت بيقول لي بلاك ليستد ايه زي كدير الليمت مثلا 50 تفوتش 100 واعطيه داش بي السورس هذا السورس يمكن يكون لينكدين او تويتر او جوجل مش معك تمام شو هذا انا مش متذكرها بس اوكي انا قلنا على برنامج ذا هارفست تكلمت عليه بكري جربته لقيت تغير فيها بحاجات واللي ماشي معي فيرجن 3.2.3 اللي توه حاليا تقريبا بيكون فيرجن 4.4.0 و 4.5 انتم تشوفوه4.4.4 يختلف على بعض it's more deprecated it's more sorry deprecated يعني دي ما استعمل في معناه يعني في تجربة وموجود لسبب المهم تقدر أول أرقام داش دي flag داش دي يعطيك دي for domain تعطي domain name تمام يمكن يأخذ حتى IP يأخذ حتى مش هذا domain name يأخذ حتى name business name بس ويبحث في النت مش هذا domain name لأنه يمكن تبحث على شركة ما عندهاش موقع بكرة عندهم في السوشيال ميديا بس مثلا وهي داش إل فلاج للليمت ليمت قداش كويري ولا قداش ريزولت بيفتش فيها حاجة زي هيك دوري دير ليمت صغيرة لأن حيصير بلاك ليست يعني لأنك أنت هذا أكتف كونسنس لذلك بتفكر في الموضوع داش بي سورس وأنت بيبحث في داش بي أول تقريبا دبريكيت حتى هي يبحث في جميع السورسز لكن شوية كودينج تقدر فايتن 3.6 نعم؟ جربه ما أظن حيقولك دبليكيتد ولا هم نقل هربا في أكيد شكله تخدم ما قالش حتى دبليكيتد بقى لك كده بتعطل هاي الاكسبشن اوكورد get more than 8000 bytes and reading 100 bytes too long سيرشن دينيس دامستر حتى واهم فكويس يعني هو الفكرة بتاع مليحة قصدك دك جو هاكر تارجت دينيس دامستر كلها المون جو مليحة
انتيري يعني الواقع هل بيطلعنا إزازة الآخر نعم جربتها ما ورددت جربت التريكونتي وبنتريش دم بيزيز ما قاعد لأن تشديد ما معرفش مش كنت أجلوب يعني حتصيرك مشاكل هاي في المجال الواقع حتغير برامج هاي مع الوقت مع سنين شو رايكم ناخذ بريك ونقول له شو يتم خلوه يتم الهواء خلاص اوكي عادي احسن لما احسن تفرج عليه الفورنزكس مود في كالي لينكس يخدم هو عادي تولز ما الفورنزكس تولز عندك من قبل لكن لما تخدم فورنزكس مود ما يديرش ماونت لاي ميديا اوتوماتيكلي اي يو اس بي مش حيدير لها ماونت انت بدير لها ماونت بكوماند يعني نظام نفسه يعني نظام ما فيش اي ستورج بدير لها ماونت لا انترنال هارد درايف ولا اكسترنال ولا اي حاجه حاجه وحيده بتخدم اللايف سيستم تاعك لا الفورنزكس عندك من قبل بعد احنا عندنا توا جميع انواع التولز بتاع فورنزكس يعني فورنزكس تمام في تولز ثانيه لكن الفكره ان انت لما بتخدم فورنزكس معناته شاد هارد ديسكات فلاشات حاجات اللي بتفتشها عارف فيك المقصود بقى انه في حاجه بتكشف عليها تجميع ادله او زي هيك فلذلك انت مرات تخاف منهم من يدوروا لك السيستم تاعك تقدم لايف مود فورنزكس لايف ديسك فورنزكس مود ويبدا حتى الانترنال هذا بتاعك مش حديد الموت الا كان انت تبدا ما فيش اي موت اوتوماتيك يصير لاي ستورج هذا هو تمام فقبل البريك درنا سكان هنا نحسبها لكن في الشك الفترة الثانية في الشك بتسجلها تامة كاميرا الفترة الأولى بس لأنها تسخن هلبة ومش انت عاد تسجيل هلبة ساعة أخرى فبكري يكمل السكان نوتب الريزولت اللي يقولك عليها أن أهم حاجة طلع دومين نيم زي ما كانش طلع فين قبل طلع سب دومين واحد كانش يطلع قبل مش معنى هذا كلهم تقريبا ما زال فيهم لكن هذا طلع لما كانش ما طلعش بالتولز الثانية بقى طلع ايميل سجلك ايميلك مسجل كويس لما ما طلعش لينكدين لك ما عندناش لينكدين طلع الاي بي ادرس انا اي بي واحد كان اكثر من اي بي يكون في انديكيشن انه مرت في فاير وول في السيستم تمام في كثير من اكسبشن صاروا لياهو ما بتحكش مرل سكان ريد ماينر سب دومين فايندر اما يمكن يكون خدمة ما نعرفش لكن في اكسبشنز هلبة رابط دي ان اس وهكذا احنا طبعا درنا اول في حاجات مجربهاش بكل لانها مفيش اي بي اي كي طبعا زي ما قلت لما بدير اي بي اي كي تمشي تبحث على اي بي اي كي تحطها معاش ورث انونيمس يعني هو اللي يعرفوك يعني السيرش كويريز اللي بتديرهم عن طريق الاي بي اي كي هو كلهم حيسجلوهم باسمك انت وكل شيء فما فيهمش فايدة الا كانك زدتهم بطريقة انونيمس عن طريق التور افتح اكاونت بايميل وهمي ما عطتش اي معلومة حقيقية اوكي تمام هذا هو عطل شوية درنا الكوماند زي ما قلنا البريك داون زي توا اسم البرنامج كابيتال اتش باش تستعمل الهارفستر الجديد الاربعة تستعمل القديم سمول اتش لما حتى هو يخدم القديم بالذات في جوجل ولينكدين لكن حتى هو يمكن يخدم فيه
نقدر نزيد نجربه توا، نقدر نزيد نجربه نعطوه يبحث لي في لينكدين. طبعا زي ما قلت لك هنا بالنسبه للدومين نيم مش لازم يكون دومين نيم صح، هو الفلاج دي لكن تقدر تدير كوتيشن مارك وتكتب مثلا ديجيتال اونيون هيك مثلا. انا ما عنديش صفحه غادي الا باسمي ندوس فيها بمعيسه لكن يمكن يطلع من كل انفاليد سورس. بارد سورس شوية نشوف حاجة على سورس بتاع لينكدين وهيك. أنا الطريقة هي السنتكس هي تخدم على حرف السر القديم اللي هو 3.2.3 يخدم زي توا هيك، لكن ما يعطيش فيه كيف نخدم مطلوب. فخلنا نشوف بارد سورس لأن هي فيري يوسفول إنه يمكن أنت تبي تبحث على حاجة معينة وما تبيش باقي النتائج من حاجة تانية. في ناس قال المفروض قال دير اول تخدم، لكن الفالد سورس علاش؟ لا تحكي عن الديما لا الديما ثابته سواء كان دومين ولا اسم. ايه نفسها باذن الله هي متكلمه. اوكي في ريليس نوتس من الاوبن سورس بروجكت على جيت هاب في فكره عن الموضوع تغيروا شوية حاجات. التغيير هو الجديد احنا نقدر نعرف عليه في غضون فهي بس ما ندرعوش وقت بحث في تغييرات في السوفتوير. داك دوكا شكله ديما يخدم جميع فيرجنز يخدم كي لكن ما يعطيش في نتائج مليحة. لكن سورسز تانيات يمكن فيهم زادوهم اوبشن او حاجة زي هيك ما نعرفش بالظبط، لكن ديست داك دوكا
خلاص جرب. شكلها انها في دوشه اكثر من كذا يعني. جوجل ده يمكن زعما حمرة طبعا نقدر نديرو مان فيش مانو مثلا مزلوب ما مرات المهم انا تاخذو دارك باذن الله ما ظهرش ولا في جوجل فبنحاول من فوت بريدن ريكونسس للنتورك سكانينج. طبعا جمعنا المعلومات شو النكست؟ النكست ستيب والنتورك سكانينج يمكن تعتبره جزء من ريكونسس. يمكن بعدين نفس الشيء لكن حطيتها بروحها لان تقدر تستعملها هيك وهيك يعني يعتبر جزء بروحها المهم شوي ياخذ لنا شوي وقت فخلي يعني طبعا الاي بي اس بتطلع لي بالضبط انت دون من العمليه تاع الكونسنس المفروض حصلت اكيريت حاجه زي هي فتو تبي تدير ريم سكان تو قصدي انت كملت ما عادش فيه تو حاجات باس سكان كلها بيكون تو كلها خلينا نقول كيف الهاك يصير مش عادي الكونسنس دخلت الكونسنس فصل سكان بالنتورك ديترمين النتورك ايش بعدين تسكبر اوبن بورت ايدنتيفاي اكتف ماشينز كان المهم المهم عندنا هنا هذا السبب كل شيء كونسيبت بداية عندنا ريكونسنس بعدين ويبنايزيشن يعني بتعرف ان النتورك سكانينج ممكن تبع ريكونسنس ويبنايزيشن هنا بدنا نجرب في ثغره معينه يعني وردت فيروس مالور معين هزايا وبعدين نبي مش الفيروس والمالور ده لازم يكون باك دور اكثر انت تبي يعني وتت ثغره معينه تقدر اكسبلويت بس تحصل ار سي اي وبعدين بتنزل المالور بتاعك في جهاز وبعدين بتصفيك هو وتقول الجهاز بدير عشان يتدخل فبلوبنايزيشن انت تبي تحدد ثغره معينه تبي تجرب تعملها تبي توصل في الجهاز اللي انت تبي اللي مستهدفه تبي تستغل الثغره هذيك انت ولد حطيت الثغرة اتصلت بالجهاز قدرت اكسبلويت هيك انت وصلت مثلا للار سي اي اكسبلويت في الجهاز الثغرة اللي فيها ار سي اي بعدين انت عن طريقها وصلت البيلود بتاعك قدرت انستليشن اللي هو زي الباك دور مالوير بتاعك ولا اللي هو قدرت انستليشن ولا تو برنامج في الجهاز بتاع المستهدف تمام يعني انا حاجات الاكسبلويت هيك تذكرهم خلاص قلت انا مجرد برنامج تعمل معه باك دور بعدين ولا تقدر تحط كوماند واكشن الكوماند قلت عندي التحكم في الجهاز ده دير كوماند زي ندير اكشن اللي بها انا على الجاي مش اخترت الجهاز كذا في اكشن بندير نديرها غلط الوقت يكون هيك كملت هذه كوماند واكشن تعطيك ريليتد ديبابا يعني هم ريليتد بهبه هو اوريدي كوماند بندير اكشن لكن انت زي ما تقول مرحله انك انت وصلت عندك تحكم بالجهاز بعدين انت بدير الاكشن اللي بديرها على طول فهذه تذكير الموضوع احنا قاعدين في الكونفرنس نبدير سكان
احنا نبغى نعرفه احنا في رينج معين رينج او يمكن احنا حصلنا رينج اي بيات اللي سيرفرز بالنت او يمكن انا في داخل الشبكه بتاعي يعني خشيت على شبكه ما اعرفهاش حطيت كل اللينكس بتاعي ونبدا نخطر في امارات كي وايت هاكر بيد باي هنجربه هنجربه عادي قدام شويه ما نخترق ندير الثاني مع الديب سكانينج نشوف اوبريتنج سيستم شنو هو نعم تمام بس شوية تسعين هالجيل تمام فكيف ندير سكان للنتورك يعني علاش ندير سكان للنتورك إذا نقدر ندير سكان للكمبيوترات اللي برا الرينج يمكن يكون برا أو داخل أسباب اللي برا أكيد نبي نعرف شنو عندهم من تغارات وأكيد ونبي نعرف يعني أولا بنعرف ما هو فيهم ألايد بعدين بنعرف شنو البوردات مفتوحة أو سيرفيسز بس نشوفها مع أكثر قبيلة للإطلاع مثلا لما نكون في نتورك ما نعرفهاش في أسباب تانية يعني بنعرف نتورك هيك بشكل نبي نعرف مني معي في نتورك بنعرف أي بي أدرس شنو هم بنعرف الراوترز وين إيش الأي بي أدرس بتاعهم سويتشز وحاجات هي وهكذا من الحالتين هما وفي الحالات الثانية بنستعمل إما إما اللي هو نتورك مابل تكلمنا عليه قبل شوية لكن توقف نستعمله شو منديره أهم حاجات منديره نبغى نديره هوست ديتكشن بنعرف هل هو لايف ولا لا هل هو على جهاز هو أكتب في النتورك ولا لا حاجة ثانية نبي ندير بورت سكانينج تمام نبي طبعا بورتس أقول لك بورتس موست يوز فور ترانسميشن في السكرين اللي بي الداتاجرام سيجمنت ترانسبورت لاير أوف ذا أودي مودل إنما إز يوز فور ذا أدنتيفاي بورتس إنسان المهم أنا بدير بحث على البورتس بنستغل حاجات زي الهاند شيك اللي يديروا فيها زي السن وال باش يعرف هل البورت مفتوح ولا لا في حالة السكرين مو هو في جميع الحالات بيبعت باكيتس للهدف وبيحلل النتيجة اللي يوصل الرد من السيرفر أو من الجهاز المستهدف بيحلل النتيجة هذيك وبناء على تحليل هذاك بيعطيك نتيجة النتيجة هي تتضمن مجموعة حاجات على حسب أنت الفلاجز اللي حطيتها في الكوماند بتاعك على حسب الأرجمنت تقدر تحط ولا تنحي الهوست ديتكشن تقدر تحط ولا تنحي بورت سكانينج تقدر رينج معين تقدر بورتات معينة وهكذا في فيتشر ثانية يمكن تساعدك هنا بصراحة ما استعملش فيها في البرنامج هو vulnerability assessment في سكريبتس تقدر حتى تكتب له سكريبت تعطيه اللي يخدمه انه يحاول يكتشف لك vulnerabilities بناء على سكريبت انت بتطوره لكن سكريبت هنا تتكون من سيناريو مجرد بينك عادي بينك لا مش قصدك بينك بينك يعني مش مجرد تسب عادي يعني لا لا تكون سيناريو يعني انا يعني ما شفتش فاست سكريبت من داخل كيف يكون في الماء لكن مش بينك عادي في حاجه طبعا ما اعرفش ان حق لك ان عاده لما نجي ندير فولنربيلتي اسسمنت ديما ندير في سيناريو نجي الجهاز الواحد نحطه في سيناريو معين عرفت نخدم حاجه من هنا وحاجه من هنا ونشوف الطرف اللي فيها هي اللي عن طريقها اللي بنعرف من الاوبن بورتس فحيكون سيناريو يعني مش مجرد سكريبت بسيط يعني. ولا انت ما نعرفش بالضبط جواب يعني كده الفكره طب ليه علاقه بالسكريبت نفسه والمودل بتاع السكريبت هو وعلى سكات والسبب بتاعه يعني في كده يخترق معينه. ايه معناه يختلف معجل تختلف من سكريبت لسكريبت ما فيش سكريبت معين يعني سكريبت معين زي الدورات. ايه يعني حاجه المفروض ما فيش. فغير هيك ايش نقدر ندير في حاجه نستعملها مش 100% اكيد النتيجه بتاعها لكن النتيجه كويسه سيرفيس انفرجن ديتكشن تقدر تعرف السيرفيس سماه زي الاس اس اتش والاس تي بي وغيرهم شنو هي الفيرجن بتاع البروتوكول اللي استعمل فيها تقدر تستعملها باش يعني تدير رول اوت لكل الحاجات اللي مش هي مثلا انت لقيتها من 2 سنتيمتر بالضبط المهم يعني لما تدور في السيرفر تعرف يخدم الاس اس اتش 2.0 لقيتها هو مش 2.0 معناها مش هو مثلا تقدر تستعملها باش عاودي لها فينجر بريت شوية ويعرفك السيرفر شنو هي او الديتكشن فيرجن بتاعها شنو هي وانا في الديفايس اللي عندي ديفاين فيرابيلتيز ان النتورك ايش بقى عندي ديفاين السيرفيسز رانينج اون ذا سيستم
and the version of those services. طبعا نعرف احنا في vulnerability databases وهيك يعطوك شنو في vulnerability في version معين. فاكتشاف شنو هو software وشنو هي الفيرجن والبروتوكول وهيك يساعدك انك انت ممكن تلقى vulnerability مكتشفه من قبل تستعملها او تجربها في الهدف هو. في نقطة تانية ما كتبتها هي الـ Operating System OS Detection. تقدر دير Detection OS كده عن طريق الماك داشبورد يعطيك بنسبة معينة حتى يقولك أنا متأكد 92-93% من هذا جهاز لينكس. مش متأكد 100% لكن كويس يعطيك ويعطيك الاحتمالات الثانية يقولك كلام مش لينكس يمكن يكون حاجة تانية ويعطيك الفيرجنز انت يحاول يخمن شنو هو الفيرجن اللي انت هذا لينكس 4.0 حزاي بيحاول يكتشفها هو يعطيك النتيجة كده النتيجة ممكن تكون كذا لكن يمكن تكون صح قريبة أو حزاي تمام. كيف تقدر تدير ديتكتنج للإنماب سكانز نيتو بتاع كنت اتصل قبل شوي لا ما عنديش مشكله اصلا حاطه خطه كده في حاجات زي انتروجن ديتكشن سيستم لكن انت هنا حاسس ما مش بقولها بس دي حاجات تبي يعني سيستم يقعد ديما يخدم على النتورك بتاعك يكتشف لما في حد يدير سكان ولا حاجه يمكن تستعمل في اجهزه اللي هي من قبل موجوده في النتورك او تدير جهاز معين حد تستعمل يكون وظيفته هيك على حسب طبعا البرفورمانس اللي بي توز تستعمل ف a company who uses cyber security tools such as SIEM tools and firewalls will receive alerts from these tools. يعني انت تبي detection systems بتبي alerting systems حاجه زي هيك بس انت توصل في اسرع ما يمكن للسايبر سكيورتي تيم مثلا ف الما vulnerability scans usually would load the information from the scan which would also alert the company. فلما انا بنجي ندير مثلا vulnerability scan عن طريق الما حيكونوا في لوجز في الاجهزه المستهدفه هاي ذات انا كده ما كملتش عمليه الاختراق كلها ما بنقدرش نمسحهم اللوجز صح ولا فاللوجز هم يقدروا يستعملهم ضدنا الناس اللي تخدم الشركه هاي فلذلك يستحسن انه عندك يكون في لوجن سيرفيس يعني اللوجز هما المفروض ما يقعدوش في الجهاز هو حتى يخترقها ما يقدرش يمسح اللوجز يقعد عندي نسخه في السيرفر بتاعي وعندي اليرت وعندي حاجات زي هيك ونعرف امتى بالضبط وعلى حسب نوع الاليرت يمكن انا يعني حتى ما نكونش في الشركه نمشي الشركه او حاجه زي هيك بس تحل المشكله بتاعك يعني عندك انت اكتف اتاك صاير عليك تتصرف بعدين اهم حاجه يعني الديتكشن هو هاف ذا باتل مهم جدا فاللوكزة ما كويسات ومعرفون في سيرفرز يجمعوا في حاجة تهير أحسن تمام. نقطة تانية الماب سكانز should spot irregular activity so cyber criminals will not find the vulnerabilities they can exploit. An in-map report, an in-map scan report could allow hackers to see weaknesses in a company's infrastructure. الجزء الثاني حتى الجزء الأول يعني كيف ان الماب يزبط الحركه في المشروع هي شكلها مكتوبه غلط شويه يعني. الفكره فيها ان هي نفسها سكان هو نفسها الريجولر اوكي سكان بتاع مش حاجه طبيعيه تصير اوكي هيك المفروض الكلاينتس اللي عندي في النتورك مش هيك طبيعيه يديروا في بينج للناس كلهم يديروا في حاجات غريبه زي هي او بورت سكان هذا هو لما قريتها كيف هو يزبط الحركات المشبوه هو نفسه مشبوه هو مكتوبه غلط ممكن نعاود نكتبها بالضبط ف المفروض يعني انت يعني تعتبر الجزء الاول نفس النقطه الاولى هم سكانز هم تقدر تضبط مع طريق سكيلز مش معقدة الفكرة هي ممكن تكتب حتى برنامج بروحك انت يقدر يدير الترجمة باذن الله
حتى يكون في السوفت وير اللي استعمل فيه يمكن هو يوقف الانتروجن تمته هي عن طريق من نفسه يعني حسب انت الكونجريس بتاعك حسب النسبه بتاعك. However, a report might not be enough to detect scans. Different tools can also produce error warnings, which can be an indicator of an intrusive scan. Okay, في tools يمكن ندير بهم سكان حتى على التارجت حيعطوا errors في التارجت. يقعدوا لوك errors في اللوك. جهازك انت مثلا حولت عليك يقعدوا عندك لوكس هذه يمكن هي سببت في errors. عرفوا مع التعامل البروتوكولز بتاعك بطريقة غلط. يبقى عندك ايرورز مسجلات حتى هم تقدر تستعملهم يكونوا حتى هم انديكيتر كويس ان في انتروزف سكان تم. والمسجل شود اولويز تشيك ذا سيستم لوك فور ريجولاريتيز ان كيس ذير از ان انتروزف سكان. لازم نقول بتاعته هو نفس الشيء هو ديما تبي سوفت وير يكتشف السكانز هي يكتشف شو صاير في النتورك بتاعك ويديرك اليرت انت وسايبر سكيورتي تيم از فاست از بوسيبل. ويمكن السوفت وير نفسه تعطيك كابابيلتيز انه هو يوقف الاتاك من نفسه يعني يدير بلوك لاي بي از يبص جزء من النتورك يعني يوقف راوتينج ما اعرفش على حسب انت يعني كيف تبي تدير الكونجريشن موضوع النتورك اللي هو خلينا نخش على النتورك سكان نجربوه في التيرمينال نشوفوا كيف نقدر نديروا سكان. اول حاجه نبدو ببينج سكان في أبسط حاجة. طبعاً هو أظني الإنما من غير أي arguments وflags ولا أي حاجة حيبحث ping وport scan طول. أظني لما نعطيه يعني خلينا نشوف أنا أي نتوك أنا لا أبي أدي عشرة أنا في 5/24 يعني. تمام فانا مثلا كان من دين انما نعطيه طول لك زي ما هي نقول برا اظني حيعطي شوي يعني ها اظني باي ديفولت هيبت على البورتس وحشوف اما لايف ماشين زي لكن انا ما بيش نبحث بطريقة نبي نعطيه كوماند معين باش يبحث بالطريقة اللي بيانا وبسرعة اللي بيانا لما فيه سكانز ابطأ من سكانز وسكانز اسرع من سكانز فبدير الماب نعطيه فلاج داش اس ان سمول زوز داش اس ان هادي بينج سكان بينج سكان فقط يا سلام ثواني رتب عندنا الواحد هواء اللي هو اظني راتب 3 6 12 16 16 22 23 27 30 41 وهم 15 حتى 256 ادرس في زوز ثواني وربع 15 بس 2000 لو الجهاز هذا قصه مونس باي وول مش حيبدا يسحب هذا بينج سكان يعني كان انت بينج مش هترد عليه مش هتطلع لكن في طرق ثانيه في بالعكس مثلا انا اخليها بعد شويه احسن ندير بورت سكانز وندخل بينج سكان بعدين لما توا خلينا نجربوا السين باكت سكان يعني هو بيربط على ال السين سكان و يعني بيكتشف هم البورتس مفتوحات ولا لا
في ال موضوع تغيير بيبدأ من اس ام لاس اس اوكي وتقدر تدير له داش ان بس ينحي الدي ان اس كذا في اي حاجه لها علاقه بالدي ان اس يمكن مش لازم ندير له داش ان المهم اس اس وام هو هيك حيبحث على البورت تاع الدي سي بي سن باكت اللي بيدور البورتات اللي فيهم تاع هانشيك تمام في مشكلة شكل غلط في السنتكس شوية الاس الاولى الاس الثانيه كابتن بس كان تمشي كويس روت طبعا في حاجات بيروت روت اللي هو السوبر ادمن بس تخش على روت تقولي روت دير سودو سودو تمام كان في اي سيستم طبيعي بيطلب منك باسورد لكن لينكس كالي لينكس نخش كود غير توصل انت تحول لروت لا هو كان دبي انه راح عشان حيطلب باسورد لكن هنا مش حيطلب على خاطر هو ما فيش روت باسورد بس حاجه زي كده اوكي ما يطلبش في روت باسورد من سامر سيد هنا قصد لانك انت لايف سيستم اصلا مش تكون بس في هذا وتو نجي نحط هو خلينا نغير الرده زي ما كان 0/24 بس دور في سبت ماسك شوفوا قديش ياخذ معنا وقت الاس اس باش يبحث السن سكان تايب بيبي يكتشف بورت تي سي بي بورت سن يعني بيبعد يحاول يدير هاند شيك مع اي بورت تي سي بي فيه هاند شيك لان فيه اكنولجمنت مثل ذلك نعم اك سودوسو ايه شو هو في اول مره صحيح Да, да, да.
يعني كنت قاعد تنسيت أو تسكر عليه فاسر كان نفسه إذن فاسر الله أكبر نعم الله أكبر فأتاك الإسكان هو عطل عندي ألبا يجربه بطواحد ما نشتري نظر إسكان ما أعطاكش؟ هو في طريقة ثانية مش طريقة ثانية نفس الطريقة تقدر تحدد تبي مثلا بورتس معينة أو تبي توب بورتس يبدو الأولاد مثلا أول 30 بورت حاجة زي لو تبيس تقدر تستعمل نفس الأجيب بتاعك أنت ما فهمتش على الأجيب الخاص بك أنت ولا النت وكاية خمسة ضد خمسة ضد واحد ضد خمسة ضد صفر إيه أنا لو رينج بتاعه 100 وممكن صحيح ما أعرفش أنا هذه بالكابل يطلع لي ما أعرفش دي سي بي بروح طبعا انت كنت عندك في تكس مانيبيليشن وهيك تقدر تدير سكريبت ياخذ ال بس بعيد ياخذ الريزولت الاولى هي عن طريق شويه بيزك لينكس كوماندز تاخذ شويه وقت تكتب سكريبت يدير لك في ليست بعدين تعطيها ليست غادي يولي اسرع هلبا الاتاك السكان بعدين كانت تعطيه ليست هنا مكان هذا مش يبدا يبحث في اللي اب بس يعني مثلا نجرب دير فايل بالثلاثة فصلة اس تي بي اس فا كويس سريع يعتبر تمام مثلا انا هو نبي نتاكد نبي نشوف الاوبريتنج سيستم تاعنا اوكي اوبريتنج سيستم داش او داش كابيتال او يعني هنا طبعا زي ما قلت دير توب بورتس هي 30 بس ننقص البورتات يعني مش نجرب 65 البورت نجرب 30 اما مش حيتم بوقت هذاك درت اما 30 وطلع لي يعني انا ما نعرفهاش من هو شيء هذا هو 5.3 ان شاء الله مش انت ما هو واحد منكم المهم في open HTTPS 443 بينج يخدم فيه فصلة HTTPS ولا وفصلة أهواء اللي هو تدنات ما يتسعى مش مش SMB ريموت دل هذا طبعا طلع لي الكادرس عندي لان هذا معي في النتورك كان هو بنت انترنت ما نعرفهاش يمكن يطلع لي ماك تاع راوتر كان انا قريب حتى هو قصد ضروري وين هوب باش يطلع لي الماكس ديفايس تايب جنرال بيربس جنرال بيربس كمبيوتر طبعا جيسنج هو لكن احتمال كبير ويندوز مايكروسوفت ما بين 10 و 2008 و 8.1 و 2022 و 11 8% و اس سي بي اي مايكروسوفت ويندوز 10 17.3 او ماكس سيرفر 2008 ار 2 او ويندوز 8.1 اجريسيف او اس كيسز ويندوز مايكروسوفت 10 27% هو انا قصدي انت طبعا بعد ما يقص هو الكمبيوتر انت بتقص من نفسك هو هاي يعني فانا كان انا فهمت انك يقص شكله ويندوز 10 متوقع انه حيكون سيرفر ولا هذا ولا ممكن يكون 11 لكن 10 احتمال اكثر من 7% إلى 5% دبينا يتطوع من 5% إلى 3%
به. طبعا هذا very active reconnaissance بس هذه كلها يعني اليوزر من غادي يقدر يشوف يقدر يعرف نحن ملي بالاي بي في كل شيء. لو قلت لوكال كذا كمان البدايه طبعا 25 دمشه هنا دي لوكال تقدر تديرها بار بويزن تدير ماك ادرس وهمي واي بي وهمي ثاني او تاخذ اي بي بتاع واحد ثاني مثلا انا ندير روحي مثلا انا راح من اسمك انا فايز مثلا ندير روحي انا سيد فايز ناخذ الاي بي بتاعك نسمم الارب تيبل ونبدا نعمل الاي بي بتاعك اذا انت تتصل به ويطلع تلقاني هنا لكن يمكن هو النت عنده يفصل لكن لكن نقدر نبان ان هنا الاساس هو ونجير عليك تس ان هي كلها على اساس حتى يعني ونجير حقه يقول هو مسكين ويقول هو مش عارف مسحهم لبزه كده هو مش عارف تعمل في بي ان ما انا لوكي لا فيش في بي ان تروح ضروري مدير البوزن طبعا هو الاتش تي بي مسكر لكن الاتش تي بي اس يشتغل عندي نكس من هو حق خمس شيء في شيء هنا سال عندي صفحة فاضية هيك نعم كيف شو اليوزر باسورد متأكد إنه هو ما فيش مسكر ال لكن أوبن وحيد سبيس. مسكر مسكر. هذا ما أحس شغله ما يحيطينه خالص. هو يبي تقول أنا بسبشان ستيفكت عادي. طبعا مش حفظها أنا كل كان عندك شنو تسمى وجه دير مان كمان دير سلاش وتبى تبعد كمان لكن انت بعد اسرع غير بيغر فلاج عفوا قاش كيف شو بس كنا نقول هي الشاشه البيضاء اول يوم تخش على الفايل بريفرنسز بعدين تخش على هي كولر سكيم كولر سكيم كالي دارك كالي لايت ولا اي حاجه ثانيه في حاجات غريبه جرين او بلاك جو ماتريكس اعرفه شنو بدي جيت اللايت ماشي مع عيوننا مع صبح كويس لك حتى مشت امورك طبعا نضرب الزوم شويه اوكي ده كده اظن اوكي الكوست فاضي يا بنت يمكن يكون سيرفر يخدم مع لوكال هوست بس يشوف لكن في مثلا 403 اعطيني ريسبونس انه هو انا ما عنديش اكسس فوربيدن اوكي بالكو يسمح لي اي بيات ثانيه ولا حاجه احتمال كبير يكون يخدم مع لوكال هوست فقط لكن من غير فايروال شو اللي شادك؟ شادين كونفجريشن بتاع الويب سيرفر. الويب سيرفر هو ديما فوربيدن يا لان احنا اي بي كي ما عجباش نديرها كي فوربيدن. يعني ممكن فتح اللوكال هوست بتاع الاخر من شيء او فتح لاي بي معين برا لكن انا يطلع لي فوربيدن. ريسبونس معناها شيء فاضيه خلاص. هذه 404 هذه ما فيش 404 سيرفر مش كاتب يعني معلوم في ريسبونس هيدرز هما تقدر تطلع بهم مرات يكون موجود فيهم اسم السيرفر كريم البيش تقدر تبحث عليه مثلا مو سيرفر جهاز عام
ولا شكله من 10 ولا من 15 ما اعتقدش فيه ويب سيرفس فصله فصله اتش تي بي اس افتح هو اخر صور سكي فاضي في ستريس لكن يمكن ريسبونس فاضي في هيدرز بس ريسبونس فيها هيدرز ريفايرز كونكشن لوك موديل كونتنت المهم مش كاتب السيرفر نوع السيرفر شنو يعني جي مثلا انت جوجل دوت كوم بدون السيرفر يصير سيرفر جي دبليو اس يكتب السيرفر هذا السيرفر هو ما مش كاتبها شو معناها؟ معناها هو مش انجينكس واباشي ممكن ISS على ويندوز ISS ممكن ISS ممكن حاجة هيك مش حاجة يعني هنا السابقة هذوك كلهم يكتبوا في اسم السيرفر وتقدر تغيرها تكتب اسم حاجة ثانية وتقدر وباي ديفولت يكتبوا في الفيرجن انك تنحي سيرفر 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 لكن هنا حاجة ثانية في يمكن ISS أو حاجة ثانية هيك ممكن مثلا يمكن يكون لام ستاك وام وسيرفر زي فلوكا يمكن هم بديخوا تدخلوا لكم بس هاي زي ممكن شمس يجيبوا فين وشجروا على التست يعني يجيبوا عنا بروب سكانر وبسيرفر حاولوا في الاختراق مازال احنا توا غير نبغوا نشوفوا اسكان وهذا يغر يعني زي الفضول شوية كنا طلعتنا حاجة في التفاح ايه اعتبر لي كل شيء تستنج سكان قدام قدام حيجي احسن شويه تو انا معتنين مدبين دي الحاجات الثانيه لكن قدام احسن زي نتعلم شويه حاجات بس ما تريحش على احوال يعني تو شوف حتى ابسط حاجه استعملت 3-4 كوماندات مش راح قدام شويه حنشرحها هل كل معروفين حتسهل علينا باذن الله فتقدر تحدد مثلا بورت معين تقدر ان نبي مثلا نبحث على بورت 443 بنفس الاي بي خلاص تمام اوبن احيانا الهوست هو ما يسمحش بالاي بالبينج صح ولا لا فصل بورتات مفتوحه بشكل بالبينج ولا بس نجي ندير له ندير له كوماند هنا اسمه داش بي كابيتال بي المدير هو ما عادش يدير بينج بكره يدورهاش بينج لا مش لازم يجي حيديرها بكره مش حيبان بينج بورت كان فقط طول. شوف البورت انه هو في العاده كان مديرهاش هي اول ما حيلقاها داون من البينج ما يردش عليه حيقول لك هذا هاوس داون فوت مش حيبان فمليحه بكره هي الداش بي ان والداش بي هم اكثر حاجه استعمل فيهم نعم ده في النهاية التارجت يهمك تشوف شو البورتس البينج مفتوح لا هو البينج يهمك لما انت تبي تكتشف هل هو لايف ولا لك لما انت متاكد انه لايف ما عادش يهمك بقى تقول البينج لو هو مفتوح تقدر تستغله دوس اتاك دوس اتاك اوقف السيرفر كامل لحسب صعب صعب شوي صعب هلا بدل كان عندهم اي نوع ابسط ديفنس سيستم يبي طبعا باندت هلب تبي باندت اكثر من هلب بل اللي فيه دوس شنو الهدف يوقف سيرفس من اسمه ديناي اوف سيرفس توقف سيرفر توقف خدمه على المستخدمين بس لكن قصدي مهم اشوف مثلا كده تعرف تسمعوا بهم حاجات تصير بس اتاكس كبيره بالملايين واستغلالات واحد زي بلاي ستيشن نتورك واكس بوكس نتورك ملايين من حاجات سيرفس ثانيه تكره ما وقفوا بالشهور خسروا هلبة فلوس الناس قصدي عندهم كاستمر صارفين بألاف دولارات بيلعبوا في النت مقدور يعني ما حاجة كبيرة تأثر تأثر قصدي في ليها أسباب دكتور مؤخرا حتى أهم شركات اتصالات اتصالات في تي هلبة طبعا ليبيا احنا ما عندناش هذيك الحماية عرفت احنا أسوأ شوي وضعنا احنا لو كنا احنا امريكان عندنا ابيات امريكيه واحد مش حيجربوا علينا بنفس القدر على فكره اخذ احنا مع الناس هذيك الحمايه القانونيه
يعني مش نحاسبوا حد في روسيا ولا في الصين ولا مش عارف شنو. هم الدول الكبرى يتكلم يهدرز مع بعض يتحاسبوا ويتكلموا ما عارفش يفهم. لكن احنا ما نقدرش نهدرز معاهم. السلام عليكم. يا مش شفتوني هلبا. اسف على المقاطعه مش وين. بس حابه اني نشوف شو صار عن موت المعلومه عندها ساعه 2 بعون الله اكثر اليوم. بحي شباب. باذن الله صح. تعويضيه اليوم الاحد ان شاء الله. خلص تمام موفقين ان شاء الله جميعا. شو نقول هنا؟ أيوة في دول يقدر يتفهموا مع بعض ما عرفت في حاجة يعني نا لاحظ إن نا نفتح في سيرفر في ليبيا قبل كيف يقدر سهنا يجوني تجربات بجميع أنحاء العالم هلبة قصدي جميع أنواع كل سكريبتات كل ما خدموا فيها لكن نفتح نفس الشيء في أمريكا ما يجيني شيء كسر في فرق قصدي يقول لك إنهم فعلا يدوروا في أيبيات في الدول اللي أو بعد كيان هم الاي سي بيز نفسهم يوقفوا عليك هذا غير بالوصول لا هم مقربين علي دونيتس لا دونيتس لا مقربين مش لاعب انه ما يتصل لك السبس احنا يجيك البنكرة من البداية وحوالها تهيئة دونيتس فاحنا هذا ما عندهمش لا الاي اس بي الكبار ما يدرس فيها الاي اس بي هو بناء على عقد بيني وبيني وبيني حامية من دوستاتك اشتراك لكن توه مؤخرا دوستاتك بروتكشن قصدي زي كلاود فلير مثلا زي الكلاود فلير ايه هذيك حاجه ثانيه مش نفس ولا نقول لك انا عندنا في شركه ليبيتي فرول احنا مع ناس ثقه في اي اس بي في شركه ليبيتي سايبر سكيورتي بس ايش ناس سايبر سكيورتي اكتبت حاجات لها علاقه بالسايبر سكيورتي المهم احنا مع ناس ثقه في اي اس بي واي هوست كمبني اي حاجه الحين ناخذه في حياش في امريكا وكيف كانت فيهم بنيه تحتيه مليحه بكر وركبوا في فايبر جيجابت فايبر وركبوا في سيرفرات هذه ف ما تصيرش حاجه ثانيه ما فيش من برا ما فيش هذيك الترافيك اللي هيك بتاع سكان واحد خشوا الاي اس بي الدوس لان طلب واحد من الاي هو نفسه شيء ليش حتى تقول هذا جاي من برا جاي من ده؟ من لا يسبي نفس من ده. حتى التكنيك بعد أنت اخترت سياسة في شركة معينة. تبدأ هو اللي تختار عن طريق هذا الشيء. عادي بطريقة مليحة بس عم كان. شيء طبيعي. نفس الصار. ما يحصلوا في زين حد ولا كيف؟ خشوا منا طول من نوت موند. عنده لكن لنفسه للنتورك الداخلية بتاع الاي اس بي نفسه لكن يكي للكستمرز لا كانت في الاي بيات اللي انت بدير عليهم اوفرلود ناتنج وكي يمكن لكن يا هموا احنا يوحدين بابلك اي بي ما فيش على اي حاجة بورتات كلهم يوصل دول عقد بيزك نت بس فيش اي نحكيك على الديفولت انا ما درت شيء نت عادي هذا اللي استنى ديرها في امريكا ما في شيء هنا جميع الناس كان زين هذه نقطه بالنسبه لنا اعتقادي هنا ان الدول الكبرى هي يقدروا يحاسبوا بعض يقدروا مثلا عندهم قصدي عندهم سي اي والناس اي ما يقدروا قصدي يمكن يلقوا ناس يمكن يلقوا ناس اي لك احنا ما اظن ايش مستوقعين انا اعرفه حتى انت اللي يشوف حتى الحاجه زي المطبخ هذا وتنضاع صار اللي يريد طلب عندي هذا علاش ما يديروش فيها صناعي هذه كلها ايام من ايطاليا لانه هو مالك شيء يتحكم بسرعه هم نعرف انا عندهم اجهزه نتاع نس اي نتاع شو تدير هي
اللي تدير في لوجن الباكت باكت انسبكشن المهم في اجهزه تطلع فيها حوالي 7 تيرا بايت في الثانيه تسجل فيهم وترفع قصدي 7 تيرا بايت في الثانيه ممكن حتى فيها اكثر انا فعلا عندهم حاجه زي لكن غالي هلبا بس حيستعملوا ان هم يفلتروا في كل شيء يخطب في امريكا لكن مش لليوزرز هم يبغوا يعرفوا شو صاير بس مش هم يحكوا فيه في فرق لكن يعني المهم النقطه انا قاعد مش مقتنع ان هم دايرين فلترنج يعني حاجه ثانيه هي هيك في سبب مخلي فيهم اقل يعني هم مش مستهدفين زي ما احنا اعتقد ويمكن في سبب ثاني يمكن هو الهاكر نفسه يقول كمان في امريكا يمكن عندهم زي سكيورتي احسن يمكن اللي بيجرب عليه ممكن اسهل ممكن سببين هو يشوف كان من ناحيه القوانين ومن ناحيه ان الليفل الوصيله في امريكا السكيورتي مش زينا بالضبط اه يعني حاسين انه مش انه يمكن يوصل فيك اسهل وفي نفس الوقت لو ما وصلش فيك اقل ضرر من هو مثلا لو اكتشفوه في امريكا ولا في كندا بالضبط صدقني ما فيش ريجوليشن في قوانين حيحاسبوه او كذا ممكن مش حنظبطوه مره واحده لكن غادي يزبط حصل اي حاجة ما حصل بيزا حصل اي موضوع احنا نروح بساعة من الحمد لله نتنا ضعيفة والله يا رب ليش هي رسمة لا بس ديات عندنا خطر بس عادي الحمد لله ربي ستنا اخر حاجة خدنا البي ان في حاجة ثانية تقدر مثلا تحدد مثلا انت تبي تبحث UDP ولا TCP مثلا وهل تبي تطلع الفيرجن بتاع السيرفس ولا لا مثلا هيك يطلع لي يطلع لي الفيرجن وبيبحث على تي سي بي ويو دي بي لكن طبعا محدد بورت معين هنا شو السيتونز هي اللي طيب كلها من بايت في حاجه اكيد بس كلها كلها يعني من بايت في حاجه زي في حتى ريكون ان جي نفسه في منه جوي اما في منه جوي لكن يمكن مش نازل بايت مش لا راهو مش حد سامع قوي بكره ما فصلتش شيء فيش لا بس والله بدايه كمان طيب اللي هو شويه ادفانس بس والله هي فكره انت المفروض عندك في لينكس سيستم ادمنستريشن في حاجات لكن هذا انت صح غريب عليك تحس الموضوع صعب شويه لكن هو عادي غير طريقة مختلفة كان كانت ويندو رأيت أحسنت طبيعية مع أنه يمكن حتى ويندو في حاجة ما هيك ما هيك مهدي الواجهي أو سنين أنا أخذ طبعا وأنا أعرف مثلا اللي بلاك في شكلك جي واي ولا حتى يمكن ما عميش تحت جي واي لكن أعرف أنه موجود في حاجة ثانية لما استنى فهو لما تبي تنزل الكالي تولز في جهازك في ديبيان او في دورا ولا اللي هو تعرفوا دوكر ايه دوكر سام مليح مليح تقدر تحط قصدك تحصل ايمج فيها كالي لينكس سام في الدوكر يقعد ايسوليتد وهكذا يمكن احسن من انك تنزل كالي لينكس زي ما قلت مش سكيور هلبا مش مليح هلبا كسيستم اللي كنت ايه يخدم ويندوز وماك عندي في الماك ما قلت لك هو اختلف هو نفس هو في اختلافات في الحاجات مرات في حاجات ما فيش في فلاكس مرات ما تلقاهم مش موجودين غادي لكن الاكثريه 90% نفسها اوكي انا قاعدين في الخمسه ثلاثة شوف وش كاتب كاتب لي في موير ستيشن هذاك اللي في اليسار اورجنا له شكله بالديار لا شكله فايز معنا لا مش خمسه لا خمسه ثلاثه
مو فيها احنا في ام وركس هو فيها اس دي بي سيرفر هو الورك ستيشن ما عرف اصلا هون السيرفر تبني فيه مثلا صوره اي اس هو اللي حسب الديتكشن هو والله اعلم صح ولا لا قال لك هذا في ام وير ورك ستيشن سو بي بي اي 16.1.2 سو اللي هي طريقه زي الريست اي بي اي لكن قريب شويه ويخدم اس تي بي اس وتقريبا ممكن يكون مفتوح الدايجرام ستاما دي دي بي اس بي اس سبورت فلتر يعني يمكن يكون في فايروال فلترة اللي دي بي ممكن لا لكن احتمال كبير اوبن يعني اوبن اور فلتر فور التي سي بي اكيد اوبن وطلع لك ان السيرف يستخدم كل شيء الحين بروح نتاكد من احتمال البراوزر طبعا قاعد نتاكد ان نعودكم ان هذا كله اكتف كله ديتكتد عادي بصراحه حتى تقدر تنزل موبايل ابلكيشن تليفونك يقول لك راه فيها ديتكشنز في واحد داير ان ماب سكان يكتب لك حتى كومنت كده مش عارف شنو هي؟ مش ديتكشن في حد حاول في حد كذا يعني كلها تولز انت تشتريها يعني مش حاجه كبيره الاكثريه تشتريهم وللاسف بروبرايتري مش فري سوفت وير يعني حتى هم نفسه ممكن انت زدت ترد لي روحك لانك ما في استقاره عارف ديما ضروري تتاكد تستعمل حاجه اوبن سورس انا كريكومنديشن مش نعطيك ريكومنديشن الكومنديشن الوحيد ان لما تلقى اكثر من خيار تختار الحاجه اللي فيها فريدم اكثر شيء اكثر حريه بس هو ما يفكرش في الحمايه يفكر في الديتكشن بيجي اليرت انه في حاجه بعدين هو بيتصل ايه ما انا اقصد الديب هو يعني على وش بلاير لو نتكلم عن مش كده بيتش طالع وادي ده انا ما بقى وانت ايه ده العدد ده سنه المربوطه كلها انت ما ده اصلا كور سويت ايش عادي مو كتير الديفايس معي في نفس الوقت الديفايس هو اللي بيحكي عندي اصلا انا ما اعرف ايه الديفايس بياخذ كل ده لكن جاي مره حتى داخل تقدر تدير حاجه تسكر عليها تسكر بورد معين في سويتش ولا حاجه لا تدير اي بيس خلاص تسكر في المراحل تشرب كل يدك وراي بيس عليك ايوه اذا تشرب كل الكلام ايش بدون ما شاء الله شنو هي السولوشن هو؟ اي بيس لا حتى الترافيك لوكالي خليه سكيور خلاص حتى الانتي فايروس يديرها كبيره ماشي فيها الديفايروس انت من وين؟ تمام تقدر تحدد اما بورت بي تي سي بي واما بورت بي يو دي بي يو دي بي يعني تقدر بطريقه مثلا هذا بورت تي سي بي وهذا بورت نفس دي يو مثلا بورت 24 بورت سكيشن
سنتكس طبعا اما بتقول موقع كويس فصله هلبة حاجات على حد فصله يعني مانو دوكيومنتيشن غير دوكيومنت انا جامد من صار زين تقدر تحدد تقدر كوماند للبحث اليو دي بي واحد تي سي بي وتحدد داش بي اي بورت دي طبعا هنا بالنسبه للبورت تقدر تلصقه ولا دير سبيس عادي بس زي كده ولو مجموعه بورتات تقدر تدير هي مثلا بنب حتى 8 او تقدر تدير داش هي نبي مثلا بورتات تمام ريست تمام 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 انسى اي كمان اي كمان تمام هو وقت فهمت عليك فهمت عليك يعني تبي نحاول ندير تشيت شيت ايوه فصل الكوماند ما كله يعني زي اللي عندنا نسع في انا ايوه ان شاء الله بعد تمام صح حتى انا قلت راح نكتب ورقه راح اسرع بعد راح عادي لازم نكتب ورقه راح تمام باذن الله لو ما عندك الحب هذا بك انت بس تشيت شيت براحتك في كودات ما هو
هذا بين نفسه. هذا تبي تزيد.